السلام عليكم جميعا، بسعدني أكون معكم. أنا اسمي محمود أبو فرو الرجبي، بشتغل أستاذ جامعي بجامعة الشرق الأوسط الأردن، وبنفس الوقت رئيس قسم الإعلام الرقمي والإذاعة والتلفزيون في الجامعة نفسها. أنا بالأساس كاتب أطفال، عندي ما يقرب من 100 كتاب للأطفال و12 عن الأطفال، وبنفس الوقت بعمل أبحاث، جزء من أبحاثي له علاقة بالأطفال والتربية الرقمية وتأثيرات الإنترنت على الأطفال. عندي أيضا روايات للكبار وخاصة للفتيان والأطفال، كمان عندي 12 رواية معظمهم للأطفال والفتيان، وفي جزء منهم للكبار. واحدة من رواياتي اسمها الطرموخ، بتحكي عن الخليل والقدس سنة 1917، من الروايات اللي انتشرت كثير، تحكي عن الرفاعية، العائلات الرفاعية في مدينة الخليل وكيفية دخول الإنجليز. يعني معظم حياتي إما في الكتابة الأدبية وجزء منها في الأبحاث الرقمية. اليوم رح نحكي عن القراءة، وأثناء ذلك رح نعطي فرصة كمان إنه نفتح المجال للمناقشات. أول شيء خلينا نعرف إنه في كثير من الإحصائيات التي تتحدث عن القراءة في الوطن العربي ليست دقيقة. الإحصائيات السلبية جدا والإيجابية جدا، لأنه في جديد طلعت إحصائية يعني نوعا ما فيها إيجابية. أنا ما بشكك بمن قام بالدراسة، ولكن لأنه جمهور القراءة كان في معظمه هو جمهور الإنترنت، هو بطبيعته بيقرأ، ورح نحكي اليوم ليش إنه اللي في الإنترنت بيقرأ. يعني مش قضية إنه حد يقرأ من كتب، الآن شكل القراءة تغير. يعني ما بدي أقفز على الخطوات اللي بنقوم فيها بالمحاضرة، تمام؟ خلينا نبدأ بالقراءة. القراءة، وأنا بدي أدخل اليوم مصطلح بستعمله كثير في محاضراتي، اسمه القراءة الواعية. يعني بدنا نميز بين نوعين من القراءة، القراءة الواعية اللي بتعظم فوائد القراءة. طبعا القراءة بحد ذاتها عظيمة ولها فوائد شديدة، لكن القراءة الواعية تعظمها. استنبطت يعني في دوراتي اللي بعطيها عن القراءة الواعية، استنبطت بعض محاورها من خلال تحكيمي لا تحدي القراءة العربي. أنا مشرف على تحدي القراءة العربي في عدة دول، وآخر مرة كان لازم تكون أوروبا لكن إجت الكورونا. تمام؟ القراءة بمعناها العام هو عملية، أو هي عملية تعامل العقل مع الرموز. ما هي الرموز؟ الخطوط أو الحروف التي نكتب بها اللغة هي رموز تمثل أصوات الحروف، أو تمثل الحروف نفسها كمان. فإحنا عندما نقوم بعملية القراءة يقوم دماغنا بعملية تحويل هذه الرموز إلى المحتوى الذي يفهمه عقلنا، يحوله إلى معاني. هاي هي عملية القراءة. لكن شو اللي بصير؟ اللي بصير بدنا نميز كمان بين القراءة العفوية والقراءة المقصودة. وأنا آسف لاستعمال هذا المصطلح، لكن بدنا نحكي القراءة العفوية. ممكن أنا بضطر أقرأ أشياء لافتات، ممكن أضطر أقرأ رسالة واصلتني، لكن أو أقرأ شيء داخل منهاجي المدرسي أو الجامعي. لكن القراءة المقصودة، وهي إحنا اللي بنحكي عنها، هي القراءة اللي بتوجه لأشياء حبا بالقراءة، تمام؟ وهي هي القراءة اللي بتشكل جزء كبير من الفائدة، تمام؟ الآن القراءة بهذا المعنى هي عملية نقوم من خلالها بشيء عظيم جدا لأي إنسان في العالم، شو ما بلغ من مرتبته العلمية، وهي التعلم، تمام؟ طبعا مفهوم التعلم في محيطنا قائم على إني أذهب إلى جامعة أو مدرسة أو دورة، والحقيقة أن التعلم هو عملية مستمرة. بمعنى اني انا وانا ماشي بالشارع بشوف موقف او شغله باخذ منها عبره بتعلم، وانا بتنفس الهواء بتعلم. لكن طبعا معظم الناس او كل الناس عفوا يتعلمون، لكن المحيط الثري
هو الذي يؤدي إلى تطور الإنسان وجعله أكثر قدرة بالتعامل مع الواقع. شو معنات المحيط الثري؟ وهاي النقطة اللي بدنا ندخل منها للقراءة، قراءة الكتب والمقالات ومحتوى الإنترنت المفيد. ولاحظوا هون أنا جبت سيرة محتوى الإنترنت، وهذا مصطلح جديد بدأ يدخل علينا. هذا كله يؤدي إلى صناعة محيط ثري يجعلني قادر على أني أتطور. طيب أنا مين أتطور؟ من أنا؟ أنا السنة الجاية بصير عمري 50 سنة، هل أنا أتطور من خلال القراءة؟ رجل أو امرأة في 90 من عمرهم هل يتطوران بسبب القراءة؟ الحقيقة نعم، الإنسان يستطيع أن يتطور في القراءة حتى يصل إلى قبره. تمام؟ الإنسان يتعلم حتى يأخذ الله روحه. أسأل الله سبحانه وتعالى طول العمر للجميع مع طرح البركة بهذا العمر، وأن يكون مليء بالفائدة والتعلم والتطور. تمام؟ طيب، القراءة هي محيط ثري. تمام؟ طب في ناس بيحكوا لي، عشان برضو أثناء محاضرتي أفند من يقول أن القراءة ليست مفيدة. هناك من يقول أن هناك من يقرأ كثيرا ليلا نهارا ولا يستطيع أن يتعامل مع طفل صغير. هناك من يقرأ 100 كتاب سنويا طبعا. وعليكم السلام جميع من يرسل التحية والسلام. أخونا الأستاذ علاء سيقوم بقراءة الرسائل لي عندما نتفق على ذلك، يعني في الوقت المحدد. الآن الإنسان الذي يقرأ وتحصل لديه تغييرات إيجابية، ثم يأتي من يقول طبعا إنه في ناس يقرأ ولا يستفيد، وهذه حقيقة. تمام، لكن المشكلة ليست في القراءة. ما بعرف في حد بيحكي إنه صوتي غير واضح، أرجو يعني يبين إنه عنده ولا عند الجميع. لا لا دكتور، الوضع ممتاز عندك. تمام، يبدو إحدى الأخوات إنه عندها الصوت غير واضح في جهازها، إن شاء الله يا رب يكون واضح عند الجميع. الآن بعض الناس، يعني أرجع للنقطة معلش شتينا شوي، بعض الناس يقول إنه هناك من يقرأ 100 كتاب سنويا ولا يستفيد، وهذه حقيقة، لأن القراءة مثل المطر. المطر نفس الماء ينزل في أماكن متعددة، ولكن هناك من يستفيد وهناك من لا يستفيد، وهذه حقيقة. كما أن الدراسة، بعضهم يدخل إلى الجامعة أو المدرسة، البعض يستفيد بشكل ممتاز وآخرون يرسبون. القراءة تماما، أنا عندما أتحدث عن إنسان لا يستفيد من القراءة، لأنني حصرت الاستفادة بطريقة التعامل مع الآخرين. طريقة التعامل مع الآخرين تحتاج إلى مهارات قد لا يجدها الإنسان أو إنسان معين في القراءة إذا لم يقم بعمل آخر. هذا العمل الآخر هو كيف أوظف المعرفة التي أحصل عليها من القراءة في حياتي. واضح؟ الماء ينزل من السماء، الأرض الجيدة ذات التربة الخصبة هي التي تستفيد من الماء فينبت الزرع. المزارع الذكي يحول الماء الذي ينزل من السماء إلى ذهب. المزارع غير المحترف لا يستفيد كثيرا من أرضه. هذه هي معادلة القراءة. إذن لا نقول أن القراءة غير مفيدة لأن سين لم يستفد من القراءة، سين لم يقم بعملية اللمسات النهائية التي تحول المعلومات التي نأخذها إلى أشياء مفيدة جدا. تمام؟ هذا ما نريد أن نقوله، وهذا حله بالقراءة الواعية التي سنتحدث عنها. لأن جزء من مشكلتنا بأن أرضنا محتلة، وأنا عندما أتحدث عن أرض فلسطين هي أرض كل العرب والمسلمين وأيضا الإنسانيين في العالم، لأن فلسطين تشكل حالة فكرية وإنسانية ووجدانية وعقلية، وهي محك يتم من خلاله تبيان أشياء كثيرة في الحياة. تمام؟ إذن
حتى نعرف فائدة القراءة، وعندما نتحدث عن فوائد القراءة نتحدث عن من يقرأ بشكل صحيح. وهناك أكثر من عامل يؤثر بالقراءة، ماذا أقرأ، كيف أقرأ، وكيف أستثمر ما أقرأه في تحويله إلى تصرفات وسلوكيات إيجابية تؤدي إلى تحسين وضعي في الحياة. تمام؟ لكن معظم الناس يستفيدون مما يقرؤون. إذا معنى القراءة، المعنى الحرفي، هو تحويل الرموز إلى معاني داخل الدماغ، ولكن المعنى الأوسع للقراءة أنها عملية تعلم، وهذه النقطة الأولى التي أردت أن أتحدث عنها. تمام؟ هل هناك أي سؤال على هذه النقطة؟ يعني نترك مجالا أو وقتا قصيرا للسؤال حول هذه النقطة. إذا لم يكن هناك أسئلة سنكمل المحور الثاني. تمام. الآن لا أريد أن أدخل كثيرا بتاريخ القراءة، لكن المعلومة الغريبة أن القراءة كانت قديما بصوت عال، على الأرجح طبعا، لأن التاريخ، أنا عندما أتحدث عن الأرجح لأن هناك اختلافات في التأريخ بين الأمم، ويبدو أن الإنسان قديما كان يحب القراءة بصوت عال حتى يستوعب أكثر، لأن المعرفة والتراكم المعرفي كان محدودا. وهذا التفسير، يعني أنا خطر على بالي، لأنني عندما أرى أحدا لا يفهم نقطة معينة يقوم بقراءتها بصوت عال وببطء. واضح؟ إذا القراءة كانت بصوت عال، وهذا كان له نتائج سلبية مع ذلك. يعني للأسف أن القراءة بصوت عال قد تفيد في بعض الأحيان، لكنها في غالب الأحيان تؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الإنسان يركز بصوته بدلا من التركيز بالمعنى. بمعنى أنني عندما أكون مشتتا قد تساعدني القراءة بصوت عال لفترة قصيرة جدا، لكن بعد ذلك يحصل التشتت. أخي علاء، في سؤال من إحدى الأخوات يبدو على المحور الأول. نعم دكتور، السؤال ذهب من عندي. هل الاستفادة من القراءة تتعلق بعدد الكتب أم بمضمونها؟ قطعا بمضمونها، وإن كانت الإحصائيات الدولية تتحدث عن العدد الكتب، لكن هم يحبون، يعني الغرب خاصة طريقة القراءة، يقرؤون بقراءة واعية. أحد الإخوة أو الأخوات بيحكوا طب كيف نحب الاستماع لتفسير القرآن سماعيا؟ هنا فرق. الفرق من أين يأتي؟ هناك فرق. أنا عندما أقرأ أوجه جزءا كبيرا من تفكيري لتحليل الرموز التي أقرأها، لكن أنا عندما أسمع أضع كل تركيزي بالاستماع، وهناك فرق كبير. بالعكس، نحن لسنا ضد الاستماع، ثقافة الاستماع تؤدي إلى نتائج إيجابية لا تقل فائدة عن القراءة. بالعكس، وأنا أثناء المحاضرة سأتحدث لكم عن الثورة البشرية التي غيرت الإنسان، والتي كانت سببا في الديمقراطية الغربية بالكامل، وهو الراديو، الإذاعة. عندما اخترعت الإذاعة التي حولت القراءة من النخبوية إلى الشعبية، وأدت إلى زيادة المعرفة والوعي، سنتحدث عنها بعد قليل، لكن أنا أريد أن أكمل. إذا السماع ليس كالقراءة عالية الصوت، هناك فرق كبير بالآليات وبالطريقة حتى نعملها. نعم صحيح، ستكون الأسئلة بعد الانتهاء من كل محور. الآن عندما اخترعت الطباعة تقريبا 1500، سنة 1500، جزء من نخبوية القراءة بدأ يذهب. في البداية كانت القراءة غالية جدا جدا، بمعنى أن كل كتاب يؤلف عملية نسخه تحتاج إلى جهد مضني، وقد تأخذ أياما طويلة أو أشهر حسب سرعة النساخ. لكن عندما اخترعت الطباعة
بدأ الكتاب أو النسخ إذا جاز التعبير، النسخ التي توزع على الناس بدأت توزع بسعر أقل، في البداية كانت أعلى ثم بدأت الأسعار تنخفض. إذن هاي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى كان من يقرأ عدد محدود جدا، ربما في المدينة الواحدة لا يتجاوزون أصابع اليد، ومن يقرأ كان هم مثلا في منطقتنا الإسلامية علماء الدين بالدرجة الأولى، وبعض المتثقفين وهم قلة قليلة. ولسنوات طويلة ارتبط القراءة في العالم الإسلامي بعلماء الدين، لأن عالم الدين كان يجب أن يقرأ القرآن، وبعض الناس الذين أتيحت لهم فرصة التعلم بالكتاتيب كان فقط يتعلمون على القرآن، بمعنى أن جزءا كبيرا منهم كان لا يستطيع سوى قراءة القرآن، لأن جزءا من تعلمه كان يعتمد على القراءة المسحية أو قراءة السكانينج. طبعا نحن لا نستطيع أن نجزم ما هي النسبة التي كانت كذلك، لأن بعضهم كان يقرأ بصعوبة أشياء أخرى، لكن هذا ما يقال. الآن بعد فترة قصيرة من اختراع الطباعة التي أثرت أيضا على التأليف، زاد عدد المؤلفين لسببين اثنين. من الناس الذين توسع عددهم بالقراءة أصبح يظهر من بينهم كتاب وأدباء أيضا وعلماء، لأنه أنا شخصيا، أنا مثلا أستاذ الإعلام الرقمي، فلان طبيب، فلان يعمل مؤلفا، وآخر عالما كيميائيا، لو لم نتعلم نحن لكنا أناس عاديين جدا. وهناك أناس كثر ممن لم يدخلوا المدارس يمتلكون في دواخلهم بذرة ليكونوا علماء عظام، للأسف طبعا حتى من يتركون المدارس. فإذا هذه الفرصة، فرصة وجود كتب بشكل أوسع، أدت إلى زيادة الثقافة وإن كانت ببطء وبنخبوية، ولكن النخبوية كانت نخبة النخبة التي تستطيع القراءة. الآن أصبح من يستطيع القراءة نخبة النخبة ولكن بشكل أقل. تمام؟ إذن بقيت القراءة محصورة بالنخبة. مع مرور الوقت وزيادة الاختراعات أصبحت القراءة منتشرة أكثر، وعندما دخل العالم في مرحلة التعليم الإلزامي وأيضا تحول التعليم من النخبة إلى الشعوب أيضا زادت القراءة، ولكن بنسب مختلفة. يعني الآن عندما نرى أمريكا وأوروبا الغربية والدول العالم الأول مثل اليابان تتجه إلى أن تصبح الأمية 0%، لكن هناك دول عربية في المقابل ودول إفريقية تزداد الأمية فيها. طيب، أحدهم سيقول لي كلامك متناقض، الإحصائيات الدولية تتحدث عن أن الأمية تقل وإن كانت بشكل يعني بطيء، وفي بعض الدول التي تعرضت للحروب تزداد. الحقيقة ومن خلال النظر المبدئي وبعض الأبحاث، الدراسات الماستر أو الأبحاث المحكمة غير الواسعة، يتبين أن هناك زيادة في الأمية حتى في أوروبا وأمريكا. وإن تحدثنا عن أنواع الأمية الأخرى، يعني إذا انتقلنا من أمية فك الحرف إلى أمية أسميها، لن أتحدث عن أمية الحاسوب أو غيرها، لكن أمية الوعي، بمعنى أنا قد يكون معي درجة الدكتوراه في مادة معينة ووعي محدود، قد أبدو متناقضا بكلامي، لكن هذا ما يحصل. إذا حاسبنا الناس على أمية الوعي فإن النسبة تزداد بشكل مرعب، وبعد الإنترنت زادت بشكل أكبر. مفهوم الأمية حسب التعريف العالمي، الأمي هو من لا يستطيع القراءة والكتابة، وبعض التعريفات تتحدث عن الصف السادس، يعني من وصل إلى الصف السادس أخذ القدرة على أن يخرج من عالم الأمية. وإن كنت أنا أختلف مع هذه التعريفات، تمام، ودائما أميل إلى أمية الوعي. ويعني أحد الإخوة أو الأخوات، لأنه براء اسم رجل وامرأة، يكون
يتحدث عن أمية الوعي وأن الشهادات الأكاديمية قد لا تجدي في الوعي. هذا صحيح، الوعي يأتي من القراءة الواعية، أن أذهب وأدرس قد لا أستفيد، لكن الجامعات التي تخلط ما بين التعليم الأكاديمي وتعليم الإنسان الحياة بشكلها الكبير، تخرج أناسا عظاما. وأيضا من يعمل على نفسه، طب أهلا وسهلا أختي براء، وأيضا من يعمل على نفسه ويزيد وعيه يصل إلى أن يصبح أو يخرج من أمية الوعي. الدول التي تتعامل بنمط واحد هي أمية قليلة الوعي الجمعي بالنسبة للسكان. العائلات التي تتعامل أيضا بنموذج مغلق أيضا يكون نسبة الوعي منخفضة. تمام؟ إذا كيف أجعل من القراءة دافعا لزيادة الوعي؟ إذا اتفقنا نحن وأنتم أن أخطر أنواع الأمية هي الوعي والقراءة. على فكرة القراءة، الآن سأتحدث عن عوامل أخرى يمكن أن تساعد في زيادة وعينا، لكن القراءة هي رأس الحرب في معركتنا ضد جهل الوعي. لاحظوا ما أجمل هذا المصطلح، جهل الوعي. نحن لا نخاف من أمية القراءة والكتابة، لأننا نعرف أناسا كثر لا يعرفون القراءة والكتابة ولكن لديهم وعي عالي جدا. أهلنا وآباؤنا وأجدادنا ممن قاموا بالثورة سنة 36 في فلسطين أو الإضراب الكبير، أهل فلسطين الذين حافظوا على فلسطين ولم يتنازلوا عنها ولم يهزموا حضاريا، بمعنى أن الهزيمة العسكرية لم تؤدي إلى الهزيمة الحضارية، هذا وعي. الشعوب العربية والإسلامية التي ما زالت تعتبر إسرائيل عدوا، هذه أمة نجحت في معركة الوعي. لكن نحن نريد أن يزداد الوعي، لأن السنوات الثلاث الأخيرة ومع دخولنا في عصر الرقمية بعمق، طبعا عصر الرقمية أوسع من ذلك بكثير، هذا أدى إلى تسطيح الثقافة. هذا أيضا مصطلح، تسطيح الثقافة ماذا يعني؟ يعني أنني أصبحت أقرأ في أشياء غير مفيدة، أتعلم أشياء غير مفيدة، ولا ينعكس هذا على حياتي. إذن معركتنا مع القراءة هي رأس الحرب في معركتنا مع الجهل، والجهل يؤدي إلى الهزيمة العسكرية والهزيمة الحضارية، وهي أخطر أنواع الهزائم. خلينا رح ندخل بعد شوي بأنواع القراءة وأهدافها. ما دام خلصنا هذا المحور، أرجو ممن يريد أن يسأل أن يسأل. أستاذ علاء، إذا كانت بعض الأسئلة كتابية، ويمكن أن يحصل حوار أيضا، حوار بالصوت. كيف يمكن تعزيز القراءة لتصبح عادة؟ نعم، يعني أنا لأنه ما بتظهر كل الرسائل، بتظهر عندي وبتروح. أول شيء في القراءة أن أبدأ مع الطفل وهو صغير، يعني اللي بيستطيع أنه يلحق أطفاله بكون رائع جدا. كيف يعني؟ الأطفال يتأثرون كثيرا بالنمذجة، بمعنى أنني كلما قرأت أمامهم قد يتفاعلون أكثر، وهنا استعملت قد لأنه مش كل أبناء القارئين قارئين. أعطيكم اللي عندهم أطفال شغلة من الآخر، شغلة أنا يعني مجربها شخصيا وهي مهمة جدا وتؤثر على الأطفال، قصة ما قبل النوم. تمام؟ يعني أنا عندي صبيتين كبار، واحدة منهم بالجامعة وعندي طفلين صغار،
أبنائي ابتداء من الابنة الأولى الكبيرة وحتى الطفل الصغير متعودون على قصة ما قبل النوم لسن معين، طبعا الكبار. الآن عندي ولدين ذكور، ولد في الصف الثامن وولد في الصف الخامس. أكبر عقاب لهما هو ألا أحدثهما أو أروي لهما قصة ما قبل النوم. قصة ما قبل النوم خطيرة جدا، حتى إنه في المدرسة نبهوني المدرسة إنه أبنائي يستعملون مصطلحات وكلمات غريبة عن الأطفال، غريبة لأنني أستعملها بقراءة القصة. طبعا أنا لأني كاتب، مش كل إنسان يستطيع أن يبتكر قصة كل ليلة. أنا لأني كاتب أطفال فأنا أبتكر لهم كل ليلة قصة وأرويها رواية وأسجلها ثم أحولها إلى نص مكتوب. القصة ما قبل النوم، وأيضا للكبار ممكن فترة ما قبل النوم أن نتحدث ونتحاور في مواضيع نحضر لها. هذه الفترة القصيرة ربع ساعة تقريبا تحفز عقل الطفل وتوسع مداركه وتجعله وكأنه قارئ. طب ليش وكأنه قارئ؟ لأنه أستعمل معه الرواية. الأطفال أيضا ممكن أستعمل مع أطفالي قصص، يعني أجيب كتاب وهم يقرأوا فقرة والآخر يعني وأنا أقرأ فقرة أو سطر وسطر وهكذا بهذه الطريقة. يعني إحنا طبعا أنا القصص التي أرويها لأطفالي هي قصص أنا مؤلفها، قصص تتحدث عن مواضيع اجتماعية مختلفة. تمام؟ مثلا أتحدث لأطفالي عن قصص تركز عن أطفال يتعرضون للتنمر، عن طفل يريد أن يصنع شيئا في محيطه فيجد في زراعة الأشجار شيئا، قصص عن فلسطين. لدي 100 قصة قصيرة عن فلسطين أو يزيد. تمام؟ أحدثهم أحيانا عن بعض التجارب التي مررت فيها في حياتي على شكل مذكرات ولكنها تأخذ شكل القصة. مثلا تعرضت في فترة من حياتي لمرض خطير جدا، حدثتهم أطفالي به عن هذا. أنا قصصي موجود جزء منها في النت، ويمكن السؤال اللي حكى، وفي بعضها موجود إلكترونيا، يعني يمكن أن أزود الأخ علاء بها. تمام؟ وببعض الروايات، ورواياتي حتى للفتيان أركز على وللأطفال على إدخال مهارات التفكير الناقد في عقل الطفل. تمام؟ إن شاء الله. إذا حتى لا أطيل في موضوع قصة ما قبل النوم لأنها خطيرة جدا، يعني لو كان بيطلع لي لاقتصرت الحديث عليها، وأنا مستعد تطوعا أن أعطيكم دورة في كيفية رواية قصة مؤثرة لأطفالي. هذا شرف لي يعني، وأعتبره واجب علي إذا الإخوة في نادي قراء العودة اللي بشكرهم كتير بحبوا نعمله. تمام؟ فهي الأشياء من الأسئلة اللي إجت أخ علاء. ممكن تحكي لي، في حدا هيك سأل عن إشي الإداري ما إداري؟ تمام. طيب، كيف يمكن التعامل مع الجهل الإرادي خصوصا مع الناضجين؟ الإرادي، أنا قرأتها الإداري، أها. يبدو بأن عيني قد خانتني. تمام طيب. تمام الجهل الإرادي أصعب أنواع الجهل، لأنه كان في هناك مقولة عن العبيد: لا تستطيع حرية العالم كلها أن تحرر عبد لا يريد أن يتحرر. تمام؟ أولا يجب أن نصنع وعيا جماعيا. يعني وأنا طفل صغير كانت الأمية عالية جدا، أنا عشت في جزء كبير من حياتي في الأردن. نعم تمام. فالمحيط اللي عايش فيه كان في عدد كبير أمي، يعني ما بدي أكون مبالغ إذا قلت أن والدي فقط الذي كان متعلما بينهم، والدي شاعر أيضا الحمد لله الله يرحمه. فعندما كنت أستمع للناس وهم يتحدثون أستغرب من المصطلحات التي يتحدثون بها، لكن عندما وعيت وكبرت اكتشفت أنني كنت أستمع لأناس أصحاب ثقافة عميقة. لماذا؟ لأن الفلسطيني مثلا، الفلسطيني الذي تشرد من أرضه أصبح صاحب قضية وأصبح يطلع على الأخبار مثلا، الذي لا يقرأ يسمع أخبار ويحللها مع المحيطين فيه
فهذا صنع جوا ثريا، بمعنى أنا أحاول أن أصنع جوا ثريا. أنا في محاضراتي، وهذا جزء من توجه الجامعة التي أدرس فيها، أن نصنع قادة، نتحدث عن قضايا عامة. فأستغرب كنت عندما نطرح بعض القضايا أن بعض الشباب الذين نعرف أنهم لا يهتمون كثيرا بالقضايا العميقة ذهبوا إلى الإنترنت وبدأوا يبحثوا في الموضوع. تمام؟ إذن نريد أن نصنع جو حول من لا يريد أن يصبح عنده وعي إذا كان يهمني، لأن الجو العام للوعي ينتشر. وهذا شيء جميل، أنا بعض الشخصيات وهي قليلة ألتقي بها عندما يقرأ عن أشياء مفيدة يحدث الآخرين عنها، قد يستغرب الآخرون منكم إنه أنا لا أتحدث إلا بالأشياء المفيدة. فليكن، يعني أنا والدي رحمه الله كان لا يعرف أن يتحدث إلا بالمواضيع العلمية أو المواضيع التي يقرأ عنها، كانوا الناس في البداية يستغربون منه، لكن لاحقا إذا غاب عن عزاء كانوا يسألون عنه، لأنه أثناء الحديث كان يحول الجلسة إلى محاضرة وبطريقة بسيطة جدا. أنا كإنسان مثقف، يعني لا أتحدث عني عن أنا محمود، ولكن عنا، لأنه من يشاهد هذه المحاضرة هم النخبة تعتبر. أنا عندما أحدث الآخرين بأشياء فيها وعي أصنع هذا الوعي في دواخلهم، وكلما تحدثنا بذلك يزداد الوعي. على فكرة نحن دائما لسنا شعبا قارئا، لكن لماذا في القديم، يعني قبل 50-60 سنة أو 30 سنة، كان هناك وعي أعلى؟ لأن أصحاب النخبة كانوا أكثر حديثا مع الناس، الآن لم يعد هناك حديث كثير. تمام؟ إذن هذا هو، هذه هي الطريقة. وأنا أحب القراءة الجماعية، يعني الآن انتشار الزوم ومنصات التواصل الاجتماعي أصبح هناك كثير من جلسات القراءة الواعية، يعني أنا أقوم ببعض هذه الجلسات. طبعا أنا كمان أيضا من باب أنني أشجع طلبتي، ولدي طلبة، أنا لدي ما يقرب من 200 طالب خارج الجامعة، بعضهم وصل إلى سن 70 وآخرون في سن 14. ندخل إلى الزوم ونتحاور، جلسة تحاور وليست محاضرة، بمعنى نطرح قضية والجميع يحضر، يجب أن يحضر الجميع لها. عندما يحضر الجميع لمثل هذه الأشياء نصبح مشاركون في صنع أو الوعي والمعرفة. أرجو أن أكون قد أجبت أخي علاء، إذا كان هناك دكتور. سؤال آخر. وسائل صناعة الوعي الاجتماعي أو الجماعي، أول وسيلة هي حكيتها، أن ننقل المعرفة التي نحصل عليها إلى الآخرين وبطريقة جميلة. يعني ممكن أنا ما أكون ثقيل الدم على الناس، بطريقة أحدثهم بما يصعب عليهم، أختار الأبسط. حتى هذا كان ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحدث الناس بما يفهمون، والربط المعلومات التي أخذها الربط بالحياة. الآن أنا عندما أتحدث بمعلومات عن الكورونا مثلاً، لكن يجب أن أبحث عن معلومات صحيحة، الناس كلها تستمع، لأن هذا هو الحديث الذي نعمله. الأمر الثاني، زيادة الوعي الجماعي، يكون من خلال الملفات الصوتية، بمعنى أنا أحضر ملفات صوتية صحيحة وفيها معرفة وأحدث الآخرين عنها، لا أقول لهم اسمعوا، أقول لهم مثلا هل تعرفون أن هناك دولة في العالم ليس فيها زراعة، وأن هذه الدولة صغيرة جدا، وأن هذه الدولة معظم أهلها يعانون من السمنة، وهي موجودة بالقرب من أستراليا مثلا. عندما أحدثهم بهذه الطريقة، أنا أسميها الطريقة التشويقية، وكأنه نشوق. تمام؟ نستطيع من خلالها أن نزيد من هاي. طبعا هناك وسائل كثيرة، هناك البعض يقترح أن نؤجل الأسئلة إلى الأخير، يعني أنا تحت أمركم. الله يكرمك دكتور. أعتقد هي مش كثير الأسئلة، يعني هلأ في سؤال، كيف أوجه قراءتي باتجاهات غير نمطية تخدم فكرة تحرير فلسطين؟ تمام. متى ستتحرر فلسطين؟ وبعد ذلك نجيب ماذا نقرأ. تمام، جميل. عندما نصل إلى وعي عال سنعرف أن قدرتنا على قيادة العالم أو صناعة التأثير في العالم تتأثر بأمرين اثنين. الأول
قدرتنا على أن نصبح من أهل العلم، والمقصود أهل العلم التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات والأبحاث. والأمر الثاني الأخلاق. جناحات تطور في العالم هما العلم والأخلاق. عندما يزداد وعينا ونقرأ جيدا قراءة واعية نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر، تمام؟ إذا ماذا نقرأ حتى نستطيع أن نحرر فلسطين؟ عندما نصل إلى هذا الأمر ستتحرر فلسطين تلقائيا. لماذا؟ لأنه عندما أنا يصبح عندي وعي وأصبح مبتكرا لن يستطيع اصطيادي من مسافة 20 أو 50 أو 80 كيلو. تفوق العدو علينا بأشياء كثيرة ومن ضمنها الطيران. لماذا لم نستطع أن نصنع طائرة تحمينا؟ ولم نستطع أن نصنع صاروخا يحمينا، تمام؟ لأنه ليس لدينا الوعي الكافي بالاختراع. طبعا أنا أعرف أن هناك ظروفا كثيرة يجب أن نتحدث عنها، لها علاقة أحيانا بالحكومات وبالشعوب وبالبيئة العامة التي تصنع عقلا مفكرا، لكن هذا هو مهم. الأمر الثاني هو الأخلاق. طبعا لا أريد أن أتحدث عن الأخلاق كثيرا حتى لا تنزعجوا مني، لكن هناك جملة أكررها في كل محاضراتي سمعتها من زميلة تونسية وأنا في ألمانيا في ميونخ. أنا أذهب، يعني ذهبت عدة مرات إلى ألمانيا، أذهب أعطي محاضرات في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، تمام؟ سمعت جملة هزتني للآن من هذه السيدة التونسية. قالت، طبعا أنا لا أريد هنا أن أسيء لتونس أو لغيرها، لأنه عندما نتحدث عن دولة كلنا في الهم شرق، يعني كل الدول العربية والإسلامية متشابهة، واضح؟ واضح طبعا، لأنه تونس لها في قلبنا معزة كبيرة مثلها مثل أي دول أخرى. كانت تقول سمعت عن الأخلاق في بلدي ورأيتها في ألمانيا، الباقي عندكم. عندما نصل إلى فك الاشتباك وإزالة الحاجز بين ما نقول عن الأخلاق وبين ما نطبقه، وهذا الكلام أشار إليه القرآن الكريم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تمام؟ لا، يعني حتى الدين عندنا يحثنا ليلا نهارا ودائما على تطبيق ما نؤمن به، تمام؟ فهذه هي القراءة من الأشياء التي تزيد وعينا. حتى أفصل بالإجابة، قراءة ما يحترم عقلي. هناك وعظ وإرشاد يجب أن يكون ضمن حدوده، يعني أنا ممكن أخذ وعظ وإرشاد بالأشياء التي تزكي نفسي وتجعلني أقرب إلى الله، لكن لا أجعل كل حياتي هكذا، جزء محدد، لأن الحياة قائمة على معادلة. مثلا الشعائر الدينية لها جزء، الحياة لها جزء ثاني، وهذا جزء من الدين أصلا، يعني أن أكون شاملا. فعندما أقرأ أشياء تحترم عقلي وتركز على مهارات التفكير الناقد، بمعنى تحرك دماغي، أصبح أكثر قدرة على الوعي والتفكير. أيضا عندما أقرأ علوما مبسطة والمناظرات والمجادلات الإيجابية إن شاء الله بتصير كمان. بالنسبة لاقتراحات الكتب أنا سأرسلها للأستاذ علاء، ويبدو أنني أيضا معكم على الجروب، أو لا أعرف إذا كان جروب خاص أو لا، تمام؟ نعم، أحدهم يكرر سمعت عن الأخلاق في بلدي ورأيتها في ألمانيا، هذه الجملة ما زالت تهزني. على كل، يعني أنا أدعو نفسي أولا وأدعو الجميع إلى أن ندرس هذه الجملة، تمام؟ أيضا يجب، القراءة وحدها لا تكفي، يجب نشر مبدأ، نعم، مبدأ التفكير الناقد بين الجميع. يعني أنا عندما أسمع خبر يجب أن أدقق فيه، وهذا نهج قرآني. يعني أحدهم، أحكي لكم، قبل شهرين أو ثلاثة لا أذكر، وكتبت عن ذلك مقال، قرأت خبرا انتشر في الأردن وفي العالم العربي والإسلامي بشكل هائل، أن هناك عالما تونسيا أغتيل في ألمانيا لأنه توصل إلى اختراع دواء لكورونا، والمواقع بدأت تنشر. أنا تعلمت شيئا من الحياة، لأنني أنا يعني دارس إعلام،
وهذا هو تخصصي الذي أدرسه أيضا في الجامعة، ألا أصدق أي خبر إلا بعد أن أتأكد منه، وحتى لو كان الخبر صادق أن أنتبه للرسائل الخفية التي فيه، لأنه نحن عندنا في الإعلام هناك رسائل خفية يتم دسها في خبر كبير حتى تقع في العمق فتؤثر عليك وتجعلك وكأنك متحكم بك في الريموت كنترول. فماذا أفعل؟ هنا أنا هذا الخبر الذي جاء عن العالم التونسي، طبعا أنا أول ما قرأت الخبر انزعجت كثيرا، يعني يشرفنا أن يكون هناك عالم تونسي يخترع دواء للكورونا، لأنه هو ابن جلدتنا يعني من دمنا ولحمنا. فبدأت أبحث في الإنترنت، لم أجد شيئا في البداية، اتصلت بأصدقائي في ألمانيا، ولحسن الحظ أن لدي أصدقاء كثر هناك، فقالوا لي لم نسمع بهذا الخبر، طلبت منهم البحث، يعني أحد الأصدقاء لديه أكسس إلى قاعدة، لاحظوا كيف لغتنا خربت، لديه قدرة على الوصول، أحسن من كلمة أكسس، قدرة على الوصول إلى الداتا الخاصة بالأطباء في ألمانيا، فلم يجد اسم هذا الطبيب التونسي. بحثنا وجدنا أن هناك سوري يحمل نفس الاسم لكنه ليس طبيبا. المهم تأكدت أن الخبر غير صحيح، كتبت عنه. لاحقا كتبت إحدى الأخوات من المغرب العربي نتيجة اتصالاتها مع الإخوة في تونس أن هذا الرجل، ليس هناك أي رجل تونسي يحمل هذا الاسم، وهذا ليس صحيح، وليس هناك طبيب تونسي يحمل هذا الاسم. أحدهم قد يقول لي لماذا نتعب نفسنا بمثل هذا التفكير حتى لا نساق ولا نقاد؟ تمام، عندما يزداد وعينا عدونا لا يعرف كيف يدخل إلينا. على فكرة هزمنا، لاحظوا هذه السلبية، سأتحدث بسلبية ولكن في غلاف الإيجابية، كما قلت نحن هزمنا عسكريا لكننا لم نهزم حضاريا. والدليل أني أنا كإنسان لم أنسى بلدي، أنا من مدينة اسمها الخليل بفلسطين، لم أراها لكنني كتبت 100 قصة عن فلسطين وأتبعتها برواية، والآن أعمل رواية على رواية عن مدينة اسمها نابلس في فلسطين. تمام؟ إذن هذا الوعي هو الذي نستطيع صناعته. إذا كان هناك سؤال أخير حتى نكمل المحور الذي والله دكتور في تشتت، يعني في تشتت كثير بالأسئلة، لكن راح ناخذ بالنسبة لقراءة الروايات دكتور، هل تؤثر على البناء الفكري السليم عند القارئ؟ نعم 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 نعم، كم مرة قلت نعم؟ 10. البعض يظن أن قراءة الروايات مضيعة للوقت، لا ليست كذلك. سأعطيكم شيء جميل، في السنوات الخمس الأخيرة والخمس الأخيرة زادت مبيعات الروايات في الوطن العربي بشكل هائل جدا، وهناك توجه نحو الرواية. يعني أنا شخصيا ما كتبته خلال حياتي كلها نشر في سنتين، تمام، من كثرة الطلب على الروايات الآن. لكن الروايات تحتاج إلى دعم معين منا كأهالي وكأشخاص، إني أنا أتساءل في نفسي، وهذه أقولها يعني أنا آسف إذا سببت لكم بالتشتت من خلال الإجابة على الأسئلة. إذا قرأت الرواية أسأل نفسي بعض الأسئلة وسأعطيكم بعضها، هذه نحن ندرب عليها الأطفال فيما يسمى بالقراءة الواعية. ماذا أسأل نفسي؟ هذه الشخصية لو كنت مكانها ماذا أفعل؟ ما هو الدرس الذي تعلمته من هذه الرواية؟ لأن الرواية تتحدث عن قصة حقيقية في العادة أو قصة تحصل في الواقع، تمام، حتى القصص الخيالية فيها حكمة. وأسأل نفسي لو كنت مكان المؤلف ماذا أغير؟ طب لو الشخصية هذه تعرضت لموقف معين ماذا تفعل؟ هذه الأسئلة تزيد قدرتي على التفكير وتزيد قدرتي على التخيل وتعلمني من تجارب الناس. الروايات خاصة هناك توجه روائي عربي حديث، هي الروايات الواقعية المأخوذة في جزء كبير منها من الواقع ومعالجة روائيا فيها حكمة. يعني أنا شخصيا في عمري هذا أتعلم كثيرا من الروايات التي أقرأها، وعندما أتعرض لموقف في الحياة أقول أتخيل بأن هذه الرواية حصل فيها كذا وكذا. يعني طالبة قبل 3 أسابيع اتصلت بفي عندي رواية اسمها
جمهورية فاطمة، ووضعت فيها شيء كنت خائف منه، لكن بعد استشارة بعض الناس أنزلته في هذا الرواية عن المثلية، يعني جزء بسيط وبطريقة مؤدبة. فقالت لي الفتاة: أنا عندما قرأت الرواية فهمت شيء معين وأصبحت أكثر حذرا، فشكرا لأنك وعيتني من خلال الرواية. تمام؟ إذا الرواية يمكن أن تصنع وعي، لكن يجب التنويع في الروايات واختيار روايات جيدة. هناك موقع اسمه جود ريدر، من خلال الدخول إلى أي رواية نقرأ بعض التعليقات من بعض القراء عليها، إضافة إلى ممكن لو الأخ علاء، يعني لأني أنا أعطي محاضرة، يكتب ملاحظات الأشياء التي أعد بها حتى أعطيكم بعض الأسماء. لكن بعض الروائيين رائعين جدا، لكن لا أعرف إذا كانت رواياتهم تصل إليكم. يعني عندنا في الأردن أيمن العتوم، عندنا أيضا في الأردن نردين أبو نبعة، جهاد الرجبي، لا أقول ذلك لأنها ابنة عمي يعني، لكن تستطيعون أن نعم. تقرأوا وتعرفوا. كذلك هناك إبراهيم نصر الله، كاتب، يا الله، تحدثت عن إبراهيم نصر الله، وميس المحتسب تحدثت عنه نفس اللحظة التي تحدثت عنه. إبراهيم نصر الله كاتب رائع جدا. وفي بعض الروايات المتناثرة، طبعا هذا لا يعني أن هؤلاء هم كل الكتاب، هناك كتاب كثر وهناك كتاب رائعون يظهرون على الساحة. لدينا نحن مشروع اسمه تطوعي الروائي العربي الشاب راوينا، دربنا أكثر من 100 شاب للآن على كتابة الرواية، أصدروا 25 رواية للآن، وهي روايات مراقبة بدقة وتتحدث عن أشياء إيجابية. وإن شاء الله يعني، واشترطنا على الناشر، أن تكون أسعار الروايات ليست غالية، طبعا هم الشباب يستفيدون منها، لأنه نحن هذا المشروع لله، هو تطوعي لله تعالى. تمام؟ تمام. أي سؤال آخر لا أم دكتور أكمل؟ خلاص خلينا نكمل. تمام. الآن أنواع القراءة وأهدافها، في عندنا محور لازم نغطيه قبل، يعني يمكن على الثامنة يجب أن نذهب إلى بريك قصير، أليس كذلك؟ صحيح دكتور. يعني لا أريد أن أدخل بأنواع القراءة أكاديميا، نحن نريد أن نستفيد من الحياة. هناك للأسف من يقرأ في جانب واحد، كما قلنا القراءة مثل الغذاء، كلما نوعنا فيها استطعنا أن نصل إلى نتائج أفضل. هناك من يقرأ في جانب واحد، مثلا الجانب البوليسي، أنا أعرف بعض الشباب كان لا يقرأ إلا الجانب البوليسي، لكن مسابقة تحدي القراءة العربي نوعت في قراءات الشباب والبنات عندنا. لماذا؟ لأنه تشترط المسابقة، طبعا السنة الماضية شارك ما يقرب من 1 مليون إنسان في الوطن العربي فيها، وتسببت بزيادة مبيعات الكتب في الوطن العربي وزيادة القراءة، وهذا شيء جميل، وأنا يعني أفتخر أنني جزء من هذا المشروع. الآن يعني أنا بدي أنوع القراءة، لأنه إذا قرأت أصبح في جانب واحد. أحدهم كتب القراءة البحثية، إحنا عندنا مصطلح لا أعرف إذا كنت تقصد بذلك، القراءة الباحثة عن إجابات عن أسئلة غريبة. كيف يعني؟ طبعا هذا بيدخل في النت، إحنا بدنا نطلع من الطريقة التقليدية إنه بس أقرأ كتب، لا، في مواقع جيدة في الإنترنت وفي أشياء ومقالات أشياء جيدة، لكن تحتاج إلى تمحيص. مثلا ممكن أنا أجلس مع ابني وأفكر بسؤال غريب، مثلا أنا بفكر هل فعلا هناك مثلث برمودا في أشياء غريبة؟ في هناك مقالات علمية تحاول تفسير ما يحصل في مثلث برمودا، فأنا بحكي لابني. طبعا أنا صدمت في إحدى محاضراتي على الزوم ل70 شخص من أماكن متفرقة إنهم ما بيعرفوا شو هو مثلث برمودا. هذا المثلث أي طائرة أو سفينة تقترب منه تقع في البحر، وفي معلومات بعضها خرافات وبعضها صدق وبعضها كذب، وهناك تفسيرات علمية مختلفة. طبعا أنا بدي أبعد عن التفسيرات الخرافية لمثلث برمودا. تمام؟ لما أعلم ابني إني أنا أجلس على الإنترنت أنا وياه، وعلى فكرة كل عمل جماعي، خلينا نحكي قاعدة جميلة، كل عمل جماعي يؤدي إلى مضاعفة الاهتمام. أعطيكم دليل ولا بلاش؟ الصلاة عند المسلمين،
صلاة الجماعة عند المسلمين تصنع تشجيعا هائلا على المشاركة فيها. تمام؟ شكرا اللي أعطانا معلومة إنه سمي مثلث برمودا لأنه سقطت فيه 3 طائرات. شكرا. طبعا شو حكينا؟ أي معلومة يجب أن نتأكد منها، مش إحنا الأخ اللي كتب أو الأخت هو الخطأ، لا، لأنه قد تكون المعلومة جاية من أماكن مختلفة. تمام؟ فلا لازم أنا أركز على الأسئلة الغريبة. مثلا بيجي ابني بيسألني بابا هل الكورونا مصنع ولا مش مصنع؟ بعيدا عن نظرية المؤامرة بقرأ المقالات المختلفة حتى لو لم نصل إلى نتيجة. بالعكس، لما أقرأ مقالات متناقضة ومختلفة وأناقشها مع ابني أعلمه كيف أن الحياة فيها تعدد أفكار، وهذا يصنع وعي. لماذا؟ لأن اتفقنا على أن البيئة المغلقة تصنع وعيا محدودا ومغلقا، البيئة المتنوعة تصنع وعيا أكبر. تمام؟ فهي واحدة من الطرق إن شاء الله. أي سؤال آخر؟ لا لا دكتور، لا الآن النوع الثاني من القراءة. تمام؟ حكينا القراءة، مين بيتذكر النوع الأول والنوع الثاني؟ هاي الثالث. تمام؟ القراءة الجماعية طبعا بتساعد، ليش؟ لأنه أنا لما أقرأ، أنا تمكنت إني أقرأ هذا السؤال، معلش سامحوني إذا أجبت عليه. القراءة الجماعية كأني بدون تشبيه بحضر فيلم جماعي، بشوف الرياكشن تبع أو ردود الفعل تبعت الناس. يعني أنا لما أقرأ مع الناس شو بصير معي؟ أحدهم بحكي لي هاي المعلومة مش معقولة، فهو أنا بتعلم منه كيف العقل الناقد. تخيلوا أنا الآن لما حكيت عن برمودا أحد الإخوة أو الأخوات أعطانا معلومة، شفتوا كيف؟ هذا هو الإثراء، إني أنا لما أتعامل بشيء جماعي أثري العمل الجماعي. تمام؟ في من أنواع القراءة القراءة التي لها علاقة بالبحث. أنا ما بعرف إذا الأخ أو الأخت يقصد نفس المصطلح، خليني أحكي، إذا نفس المصطلح يحكي لي. ماذا تعني القراءة الباحثة أو القراءة البحثية؟ تعني القراءة البحثية إني أنا أقرأ بتدبر وبتمعن وأبحث عن المصطلحات التي تظهر لي أو الأشياء. يعني بقرأ في كتاب طلع لي مثلث برمودا كاتب عنه 5 أسطر، بروح بقرأ في النت عن مثلث برمودا وبتوسع، كاتب لي عن مصطلح اسمه الإعلام الرقمي، هذا مصطلح جديد. تمام؟ في شيء جديد في العالم اسمه الإعلام الرقمي، وهو ببساطة الإعلام، وهو تخصصي بالدكتوراه، الإعلام الذي يزاوج ما بين الإعلام والإنترنت. يعني كل إعلام يبث من خلال الإنترنت هو إعلام رقمي، بروح بقرأ. تمام؟ هاي القراءة الباحثة. أحكي لكم حتى أنا في حياتي، وأنا كمحمود عملته ديدا لي، ديدا هي كلمة عربية تعني عادة، عملته ديدا عندي. شفتوا كيف أنا متعود حتى مع أبنائي كل ما أستعمل كلمة بشرحها. هذا لازم إحنا نعمله كلنا، نعرف الكلمات اللي بنحكيها، لأنه هاي بتخلي كمان الطفل عنده قدرة على التعريف. تمام؟ فأنا باجي بسمع كلمة أو جملة. يعني امبارح كم أنا مهتم بالأمور الدينية وبالخطاب الإسلامي وغير الإسلامي، امبارح سمعت عن مذهب في سوريا حتى نسيته والله، هو يعني شبيه بالمذهب العلوي. مرشدية، تم نعم مرشدية. يا عيني عليك، يا عيني، مين حكى؟ أنا اللي حكيت. للأسف ما عندنا علامات، أعطيك 5 علامات. المرشدية، يا عيني عليك. فامبارح وأنا بتصفح في النت قرأت كلمة المرشدية طول امبارح وأنا أقرأ وأحضر فيديوهات عنهم. ليش؟ لأنه أنا ما بترك كلمة أو جملة إلا بدونها عندي، لأن لازم أعرف كل إشي. أنا هيك ببني ثقافة. وعلى فكرة أحكي لكم شغلة إيجابية واحكوا إني أنا قلتها. تمام؟ ويبدو في معنا دكتور إعلام إحنا في المشاركين معنا. تمام؟ أحكي لكم، أنا حسب اعتقادي أن الإنترنت زاد القراءة ولم ينقصها. مين يحكي لي ليش؟ أنا بحكي لكم، إحنا كلنا الآن نمارس القراءة بشكل أو بآخر بغض النظر عن المضمون. يعني إحنا الآن بالواتساب بنقرأ،
بيجينا بالواتساب رسائل توعوية، تمام؟ بيجينا أشياء إحنا ناس كتير قرأوها وشافوها حلوة، لكن للأسف أحيانا بتجينا أشياء فيها خرافات وكذب. لذلك يجب أن نقوي أنفسنا في معرفة الكذب من الصدق في الموجود. يعني الواتساب، أنا يعني الآن بجري بحث على محتويات الواتساب الكاذبة والتضليل الإعلامي فيها، فبعمل لقاءات مع ناس بيستعملوا الواتساب بكتير. واحد من اللي عملت معه شخص في 70 من عمره، متقاعد، أولاده كلهم مش عنده، يقضي وقتا طويلا على الواتساب، تمام؟ حتى حكيت له أنا مشارك بجروب له علاقة بسيارات الكهرباء، لأنه سيارتي كهرباء بالكامل، فحكى لي ضيفني. حكيت له ليش، شو سيارتك؟ حكى لي مرسيدس. فقال لي مش مشكلة، المهم لو بنزلوا أي شيء بتسلى. هذا الشخص حسبت أنا وياه يوميا يقرأ ما يقرب من 200 صفحة لو جمعناهم على شكل صفحات. وصار من حد ما بدأ يستعمل الواتساب وجروبات الواتساب يقرأ أشياء، صح بعضها يعني فندت له إياه لما اتبعت معه بعض الأشياء على الواتساب، فندت له إياها أنها كذب، لكن أصبح عنده ثقافة أعلى، تمام؟ هذا زي هذا بده بس دورة في كيف نبعد عن التضليل الإعلامي والكذب، بصير تقل الأشياء اللي بتوصله، تمام؟ هلأ من هاي القراءة البحثية، من أنواع القراءة القراءة المتخصصة، تمام؟ مش غلط ولا عيب. يعني أنا مثلاً بحب أقرأ في كل شيء، وأنا من الناس، يعني أعطيكم سراً على الهواء، أنا عندي حالة اسمها حالة الإدمان على القراءة. يعني قد لا تصدقون أنني أقرأ 400 صفحة يومياً على الأقل، تمام؟ وبقرأ في كل مكان، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء سوى أني أقرأ، تمام؟ فهاي القراءة أحيانا جزء منها بروح متخصص في تخصصي. يعني أنا جزء لما أعمل أبحاث في تخصصي بقرأ، لكن ما بقصر نفسي عليها. القراءة المتخصصة جيدة، ولكنها تصنع ذكاء في اتجاه واحد، واضح؟ عشان هيك بنشوف مثلا بروفيسور، فل بروفيسور في جانب، إذا بتسأله عن رئيس وزراء دولته قد يخربط في الاسم، تمام؟ فحتى المتخصصين، إخواننا المتخصصين اللي شغلهم زيي أنا، وأنا أعتبر نفسي محظوظ لأنه شغلي يجبرني على القراءة كثيرا، وإحنا اللي مندرس إعلام محظوظين. ليش؟ لأنه طلابنا بيكتبوا بكل شيء. يعني أنا بضطر الكاتب اللي بدرسه مقال صحفي أقرأ عن كل شيء بكتبه، فبقرأ في مواضيع متنوعة، تمام؟ في كمان نوع من أنواع القراءة، وهي القراءة الانتقائية المرتبطة بحاجة، ومش غلط. أنا في كتابي كيف تشجع طفلك على القراءة، صدر منه 5 طبعات تقريبا، في الطبعة الأولى كتبت إنه في الغرب في شغلة حلوة، إنه مثلا الله يبعد عنا وعنكم، وإذا حدا مصاب فيه يشفيه يا رب، مرض السكري. لما يجي يمرض بالسكري بيقرأ عن تجارب الآخرين، بيقرأ عن المرض. صراحة الآن أصبحت أراها في بلادنا نتيجة وجود النت، أي حدا فورا برجع. يعني أنا كنت في عيادة طبيب، صار في نقاش جماعي، وأحكي لكم أنا عمدا بعمله، أقلد والدي رحمه الله، حكيت لكم شو كان يعمل. ففتحنا نقاش عن موضوع الشب أو الشريحة تبعت اللي بيتهموا فيها بيل جيتس. فأنا بحكي، يعني رجل فتح كمان سؤال قريب من هذا عن بيل جيتس، وأنا بحكي إحدى السيدات الجالسات فتحت على الشيب تبعت بيل جيتس، وأخرى فتحت مين هو بيل جيتس، وبلشوا يتناقشوا كل الجالسين في العيادة بننتظر. فتحنا نقاش، بدأنا نتحدث، وصار كيف الأسئلة الآن اللي أنتم بتطرحوها، صار في أسئلة وإجابات. يعني الربع ساعة اللي جلسناها في الانتظار في عيادة طبيب الأسنان تحولت إلى جلسة بث معرفة، تمام؟ إذن القراءة المرتبطة بحاجة مهمة جدا إني أنا أشجع. يعني أنا مثلا ابني ممكن يصير عنده إنفلونزا خفيفة لا سمح الله، أدخل على النت يا بابا واقرأ، وبراقب وين بدخل. بابا انتبه، مش كل المواقع جيدة، لأنه الأولاد الصغار بيفكروا أن كل شيء مكتوب صح، وفي ناس منا إحنا الكبار يعتقد إنه أي شيء موجود في أي
موقع انترنت صحيح او حتى في كتاب ورقي، مع انه حتى الكتاب الورقي في تضليل. اخر شيء حكيناه عن موضوع انواع القراءه، في كمان انواع القراء. طبعا كمان ما بدنا ندخل بالموضوع الاكاديمي لانواع القراء، لكن في قراء، اول نوع من انواع القراء القارئ النهم. هذا القارئ النهم بنقسم لنوعين، قارئ نهم يقرا اشياء مفيده، وقارئ نهم يقرا اشياء غير مفيده. تمام. طبعا الاشياء الغير مفيده لازم هو يعني ما بدنا نكون يعني ندخل في مرحله الوعظ والارشاد، لازم يقرا اشياء مفيده. لكن بالنسبه للقارئ النهم ايضا في كمان انواع فيه، وأسوأ نوع اللي ما بيستفيد مما يقرا. حكينا بدنا نحاول دائما انه القراءه تنعكس على حياتنا من خلال انه ندخل فيها مهارات التفكير الناقد، نسال حالنا باي شيء بنقراه ماذا يمكن ان نستفيد منه في الحياه. تمام. الان في نوع من انواع القراء القارئ المتقطع، يعني بمعنى بيقرا احيانا واحيانا ما بيقرا، ما في مشكله. لكن بدي احكي عن القارئ الافضل، وهذا يعني ما بدي ادخل كثير بالموضوع لانه متشعب حتى نعطي وقت اطول للمناقشات. القارئ الذي جعل من القراءه عاده حياتيه. اعطيكم مثال، في ناس كثير بخففوا وزنهم. مين اللي بينجح بتخفيف وزنه؟ اللي بيحول العادات السلوكية التي تخفف الوزن ويخليها حياة مش رجيم، لأنه الرجيم يتوقف في أي لحظة. كيف يعني؟ وعشان نسقطها على القراءة، يعني بصير يطلع على الدكان بالمغرب العربي، المجازة بتونس أو الحانوت، بيطلع على الدكان مشي، بصف سيارته بعيد عن شغله كيلو عشان يمشي باتجاه شغله، بصير يأكل فواكه كتير، بقلل من حجم الوجبات، بصير يقلل من الأشياء اللي فيها سكريات. هاي كلها بتحول لنمط حياة، مع مرور الوقت بصير عنده عادة مترسخة. القراءة نفس الشيء. مثلا عند هذا القارئ اللي بيحولها لحياة، بصير لما يروح لمكان في انتظار، سواء كانت عيادة أو إذا هو ما بقود السيارة، هو بيطلع بسيرفيس أو حافلات نقل عمومية أو قطارات، بصير يقرأ أثناءها. إذا هو بصير دائما زي ما حكينا قبل شوي، كل ما سمع مصطلح أو جملة أو شيء يرجع يبحث عنه، هيك بيحول حياته لعادة، وهاي العادة بتتحول لنمط حياة متكامل. بصير يقرأ كتير، والإنترنت بدأ يحول حياتنا إلى نمط من أنماط اكتساب المعرفة، سواء من خلال القراءة أو مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع. لكن زي ما قلنا دائما، بتصير معركتنا بعدين ماذا نسمع، ماذا نقرأ، ماذا نرى. تمام. إذن أنا إذا بدي أحول نفسي لهذا النوع، حكينا الخطوات. طبعا في أنواع كتير من القراء، في قراء البرستيج باللغة العربية، القارئ اللي احنا بلهجتنا بالأردن بنسميه وجهنة، أو بحب قدام الناس يظهر بمظهر وكأنه مثقف. وأنا تفاجأت في أحد معارض الكتب اللي شاركت فيها، إنه أحدهم جاء وطلب كتابا مجلدا بلون معين، فسأله البائع، ويبدو إنه كان يعرف ليش طلب هيك، فتبين انه بيعمل في بيته مكتبه كديكور، فما بده يكسر نمط الالوان الموجوده في البيت. فسالت البائع، قال لي في العاده ياتون في بعض الدول العربيه ويشترون كميات هائله من الكتب كافيه لتغطيه مساحه كبيره من الحائط عندهم. طبعا هذا الكتاب بنحط ما له اي علاقه، زي شخص يشتري دواء ولا ياخذه. القراءة دواء وعلاج. تمام. فهاي الأشياء بدنا نكتفي من أنواع هاي القراء. لكن خلينا نحكي عن شيء أهم، هو عادة القراءة. نرجع نركز على بعض أسئلة القراءة الناقدة، يعني كل شوي هيك قاعدين نمشي بعض الأسئلة. من أسئلة القراءة الناقدة مثلا،
إني أحكي سؤال بسيط جدا، لاحظوا ما أبسطه. يعني إحنا الطلاب اللي كانوا يشاركوا معنا في تحدي القراءة العربي، كنت اللي بيتميز جدا أسأله: هل تطرح مثل هذه الأسئلة على نفسك؟ فأتفاجأ أنه المعظم يفعل ذلك. السؤال: بماذا أتفق وماذا أختلف؟ حتى لو في البداية ما جاوبت كثير، عندما أوطن نفسي، أوطن نفسي يعني أعودها وأدربها مرة بعد الأخرى على فعل شيء. عندما أوطن نفسي على إني أنا بعد ما أقرأ شيء أحكي بماذا أتفق وماذا أختلف. طبعا بالروايات في أسئلة تانية. الأخت نور طلبت، نور شبانة طلبت إعادة السؤال. السؤال هو: بماذا أتفق وبماذا أختلف؟ يعني كاتب، إذا قرأت بالكتب العادية اللي فيها وجهة نظر، كاتب إنه أنا ضد الهجرة إلى الغرب، لأنه أولاً عندما يكبر الإنسان لا يجد عدداً كافياً من الأشخاص حوله، مثل ما يحصل في كثير من بلادنا العربية. العيشة في الغرب مثلاً بتخلي الواحد عنده خلل في هويته. طبعاً إحنا بنحكي هوية وليس هوية بضم الهاء. يعني وكذا كذا. باجي أنا بحكي بتفق معه بنقطة كذا ونقطة كذا، وأختلف معه بنقطة كذا، ولأني، وحتى أحكي لكم، أنا شخصياً بحاول أتقمص دور الآخر. كيف يعني دور الآخر؟ إني أنا مثلاً، أنا شخصياً ضد الزواج المبكر بالإطلاق طبعاً. فباجي بحكي حالي: هل تستطيع يا محمود أن تضع 10 مبررات تبرر فيها لمن يتزوج مبكراً وترد عليها؟ يعني بصير 10 مع و10 ضد. وهاي إحنا بنلعبها لعبة، يعني أنا اكتسبتها من إحدى الدورات، إذا بتحبوا تلعبوها لأطفالكم. بنعلم الأطفال أو بنعطيهم شغلة إنه أكتب 10 أشياء بتخليك مع شغلة معينة و10 أشياء ضدها، وبنخليه كيف يسوي اللعبة. بيجي بيحكي، أفرجيكم كيف أنا بدي ألعبها، وأخوي علاء بس صفق بعد كل فترة هيك قصيرة عشان أغير بالكلام. يعني بمعنى لما أخوي علاء يصفق، يعني صح إحنا أونلاين بس حلو نعطي تمرين، لما يصفق بدي أغير رأيي. يعني بصير أحكي إني أنا مع الزواج المبكر، ولما يصفق بصير ضده. لاحظوا ما أحلى هاللعبة. هاي من الألعاب الإثرائية التي تساعدنا، وعشان كمان شوي أحكي لكم كيف نوظف هذه المعرفة بحلمنا الأكبر عندما نتحدث عن القراءة من أجل فلسطين ومن أجل تحرير فلسطين. أخي علاء معك دكتور. ماذا أريد؟ نعم يبدو نعم أنني لم أحسن العرض. لا معك دكتور ولا همه. يعني أنا راح أحكي الآن أني مع الزواج المبكر لي. طبعا تمام. هذا لا يعني أني أنا أؤمن بهذا الكلام، تمام؟ للتوضيح. وبعدها إذا صفق لي أخي علاء بصير ضد، رجع يصفق لي بصير مع. بس أخي علاء يعني بدناش نطول بالتصفيق، تمام؟ ماشي. بس بدي أوضح، أنا لست مع الزواج المبكر. بالعكس، أنا لما أكون ضد شغلة بدي أحاول أتقمص دور الآخرين وأحكي إني معهم وليش، وبعدين أرد على حالي. هذا يثري كثيرا، وأنا مبسوط إنكم انبسطتم على الفكرة. بدي أبدأ اللعبة. أنا مع الزواج المبكر لأنه يحصن الشاب والفتاة ولا يترك لهم فرصة للتفكير بأشياء سيئة. الزواج المبكر خطر جدا على المرأة، خاصة لأنه عندما تحمل بيتدمر جسمها ولا تستطيع أن تكون مثل غيرها. يعني بتوصل للـ40 بتصير ختيارة بالـ60. والزواج المبكر مضر للمجتمع لأنه بيحرم المرأة والشاب من التعليم أو فرصة التعليم، خاصة المرأة، تمام؟ الزواج المبكر مضر لأنه بيقلل الوعي عند المرأة والرجل المتزوج، فجأة بيجدوا حالهم أطفال. الزواج المبكر صفقت؟ نعم. الزواج المبكر مهم جدا لأنه بصير الإنسان يخلف مبكرا، ولما يخلف مبكرا بصير هو شاب وأبو شاب. شفتوا كمثال؟ تمام. شفتوا هاي الطريقة كيف؟ هاي واحدة من الألعاب الإثرائية، تمام؟ الآن بدي على 3 محاور أجي بسرعة حتى نفتح المجال للاتصال. بالنسبة لمستويات القراءة، كل إنسان
بيستطيع انه يعمل مستوى لحاله. طبعا احنا اذا الاطفال لاحظتوا في الغرب، وجزء منكم كما عرفت يعني انه بيعيش في الغرب، مثلا في بريطانيا اكسفورد عندهم سلسله بيحكي لك هاي السلسله رقم 1 2 3 4 5، يعني انا بالسلسله الاولى بتعلم 5 كلمات، في الثانيه الطفل بيتعلم 10، الثالثه كذا. هاي السلاسل ممنهجه، يمكن عندنا في العالم العربي قليله. لكن انا شو بعمل؟ بحط لحالي مستويات كقارئ مبتدئ، بقرأ الكتب البسيطة شوي بالتنمية البشرية، شوي بالكتب اللي ما فيها جدل، بعدين بصير أقرأ الكتب العلوم المبسطة، بعدين ببحث عن الأشياء اللي فيها جدل، بكون امتلك قاعدة معرفية وبتمكن لما أقرأ جدل إني أميز بين الصح والخطأ في الأشياء التي تحتمل صح وخطأ، وفي أشياء تحتمل عدة آراء. تمام؟ إذا بدي أرفع من مستواي بالقراءة، أبحث دائما عن الكتب التي فيها نوع من الجدل الإيجابي أو النقاشات العلمية أو الردود، لكن ما بروح للردود الغوغائية اللي بتزيد شكي في بعض معتقداتي، ما بروح للردود، لأن بعض الناس يصيغ ردا قد يقنعك أن الشمس لا تشرق يوميا. بعض الناس لديهم حجة قوية لكن يدخل في التضليل، بمعنى بيعطيك جزء من الحقيقة ويدس السم في ماذا؟ في الدسم. تمام؟ الآن مصادر القراءة، خلينا نحكي شغلة إذا بتتحملوني، خلينا نحكي مصادر المعرفة مش مصادر القراءة. القراءة جزء كبير من مصدر المعرفة، بدنا نرسخ ثقافة الملفات الصوتية أيضا والفيديوهات، ونحن في طريق لنا لذلك، لأنه كورونا أثبتت أنه ناس كتير صارت تحضر أشياء كتيرة مفيدة وغير مفيدة. يعني في ناس بيعرف كيف يضلل، بيطلع بيحكي لك أنا عايش في فرنسا، جاري طبيب فرنسي مبارح حكالي أنه الكورونا كلها كذب، بغض النظر مين يؤمن أنه الكورونا كذب ولا مش كذب، لكن أنا بحكي هو بجيب معلومات من مخه. أنا مش ضد أنه واحد يجيب معلومات، لكن كمان يحكي لنا المصدر وأنا أدقق في المصدر، لأنه أنا أحكي لكم بديش أذكر أحدهم، يعني حتى لا يعني ما بدي أذكر، لأنه كتير بيحكي بالدين. طبعا والدين ليس هو ليس حجة على الدين، الدين حجة على الجميع. فجاب أنه في شغلة معينة الدليل عليها مركز أبحاث كذا والعالم الفلاني، رحت دورت طلع العالم اللي حكى بدل ما هو حكى أنه هذا العالم مختص في الأوبئة. تمام؟ طلع الاسم اللي ذكره يهودي ألماني مختص بالتاريخ، ليس له أي علاقة بالطب أو بالأوبئة. تمام؟ فإحنا لازم هاي نزرعها فينا حتى إنه نوصل لمصادر صح. مصادري كمان حكينا فيديو، لكن الفيديو كمان لأنه كتير فيه تضليل الفيديو، أي واحد الكتابة شوي صعبة، أي واحد بيفتح فيديو بصير يحكي، الفيديو والسماعي والقرائي. هلأ الإنترنت مصدر ممتاز للقراءة، في مواقع رزينة. كيف بدي أعرف موقع رزينة؟ ما بدي أذكر لكم، لأنه للأسف بعض المواقع الرزينة، يعني أنا وصلت الشهر الماضي لموقع رزين جدا، اكتشفت أنه يروج للصهيونية في بعض مقالات بالعربي، موقع مصروف عليه ويترجم أفضل ما في الغرب، فأنا لأنه الدس اللي فيه هذا القليل ما بدي أحكي لأحد عنه. طيب شو بحط؟ باجي ببحث عن مواقع في النت من خلال الصدفة، يعني باجي ببحث مثلا عن معلومة مثلا بدي معلومة عن كورونا، بدي معلومة عن كذا، بالصدفة وأنا بدخل موقع بجد إنه المقال رزين بيتحدث، مش مبالغة، المبالغات تدل على إنه الموقع غير رزين، عدم وضع مصادر تدل على إنه الموقع غير رزين، الأشياء الغريبة العجيبة موقع غير رزين، اللي بسم وبشتم موقع غير رزين، اللي ما بيميز بين الخبر والرأي برضو موقع غير رزين. هلأ بحكي لكم شو الفرق بين الخبر والرأي، الخبر المعلومة عفوا والرأي. تمام؟ فأنا عندما أبحث عن مصادر رزينة لازم أدخلها. تمام؟ يعني في موقع عندنا بالأردن خبري اسمه حبر، حبر الإخباري، موقع رزين جدا جدا جدا، يعني حتى ما بينزل دائما لأنه كذا. إحنا عملنا موقع إن شاء الله يكون رزين، يعني أتمنى، ما بستطيع أن أحكي عنه رزين، اسمه كركبة،
في غيرنا بيحاول يعمل مواقع، فأنا بدي أحاول على مصادر القراءة، الكتب أيضاً، بس أنوع، مش بس أقرأ روايات أو بوليسي أو غيره، أحاول أبحث عن كتب تتحدث عن العلوم المبسطة، عن التاريخ. التاريخ على فكرة في إحصائية للأسف تقول بأن العرب لا يحبون قراءة التاريخ، مع أنه أرقى أنواع القراءة هي قراءة التاريخ، لأنه رائع جداً. بنتي طبعاً بتسمعني فبتحكي لي أنا كمان بحب التاريخ، وأنا مبسوط أنها بتحب التاريخ. الآن اكتشفت التاريخ بيعطينا عبر، لكن يعني نحاول نبعد عن الكتب اللي فيها تضليل أو الكتب اللي فيها كذب. وأهم شيء أنه أنا ما أعتبر كل شيء بقرأه صحيح حتى يثبت العكس، يعني منهج الشك جزء منه صحيح. تمام، أنا معكم أختنا هالة أنه جزء كبير من التاريخ مزور، لكن في تاريخ حديث برضو في تزوير، لكن أنا بقارن. يعني أحكي لكم، لما أجي أقرأ في التاريخ عن موضوع معين، شخصية إنها ليل نهار بتسكر، لكن في المقابل إنه شارك ب 36 معركة. طب إمتى يعني وجد وقت للسكر؟ تمام، بدنا نحاول. أنا معكم الكتب معظمها فيها تزوير وفيها تضليل وفيها كذا، لكن شوفوا أحكي لكم، الأسبوع قبل الماضي كان عندنا محاضرة حول طوفان التضليل في مواقع التواصل الاجتماعي. بعض القواعد اللي حكينا لهم إياها صاروا الناس يتواصلوا، لأن يعضوا في الجروب معهم فعلا بدأوا يستفيدوا. يعني أنا لما آجي حكيت لكم بعض هاي القواعد، آجي على موقع أو كتاب فيه غلط أو فيه مبالغة بكون هو مزور. يعني أحد الإخوة ما لقطت اسمه أو الأخوات بيحكي لي حتى الكتب التدريسية، ليش؟ مين حكى لكم أن الكتب التدريسية ما فيها تضليل؟ مين 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 مين؟ أنا العقلية الناقدة لما أزرعها في ابني وفي نفسي أنا بصير أشك بكل إشي يشك به. طبعا إحنا الحقائق العليا، يعني أنا والله ما باجي أحكي والله أنا بشك في وجود الله فأنا صرت إنسان مثقف، لا، إحنا بنحكي عن الأشياء التي يشك بها. لما أصير أشك فيها بوصل لنتائج كويسة. تمام، هلأ بالنسبة لفوائد القراءة، في المحاضرة تحدثت كثيرا عن فوائد القراءة. طبعا إحنا أنا بحاول حتى نعطي نص ساعة تمام. أخونا مصباح من بن بطيط بيحكي إنه تخصص التاريخ ودورنا إنه نبحث، أكيد في كتب تدريسية يعني مضللة. فإحنا شو بدنا نسوي؟ لازم نعرف إنه القراءة، طبعا أنا نسيت المصدر عشان هيك مستحي أحكي، إحدى المرات قرأت إنه بحث في أمريكا إنه نسبة اللي بيدخلوا السجن من القراء أقل من غيرهم. تعرفوا ليش؟ لأنه القارئ بصير عنده عقلية نقدية في العادة، بصير عنده عقل بيطلع على تجارب، بصير عنده عقله أوسع، فما بيستعمل العنف. معظم المساجين، معظم طبعا أنا بحكي عن المساجين اللي بنسجنوا صح على جرائم ارتكبوها، ما بحكي عن المساجين السياسيين أو سجناء الرأي أو البريئين، معظمهم. بدي أعطيكم عن يعني أحد الإخوة سجن في قضية دهس وتسببت في وفاة وطلع بعدها، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه والله يرحم المتوفى. فبحكي لي إنه داخل السجن شو وجد الناس اللي عاملين جرائم، معظمهم طبعا للأسف بحطوا حتى اللي بدهس وبنسجن بحطوه مع هدول الناس اللي بكونوا في انتظار المحاكمة حتى تنتهي، معظمهم عصبي جدا. بحكي لي يعني أحدهم أعطاني رغيف خبز بدي، فأنا ما بأكل خبز لأنه عندي سكري، بأكلش خبز عادي، فخبز أسمر، فأعطاني فقلت له شكرا، فقام ومسكني من رقبتي بحكي لي هل أنت يعني متكبر علينا لأنه شكلك هيك محترم؟ تمام، هلأ إخواني بالنسبة للتضليل الإعلامي، إذا بتب يعني اللي بيرغب فيها هلأ بعطيكم موقعي، أهلا وسهلا، أو إذا إخواننا في يعني نادي قراء العودة بيرغبوا كمان أنا جاهز، أنا تحت أمركم. يعني أنا أحكي لكم عشان ما تستحوا من طلب محاضرات، هذا جزء من واجبنا للمجتمع. يعني إحنا كأعضاء هي التدريس في عنا ساعات تطوعية بنقوم فيها، شخصيا الحمد لله بقوم أكثر منها لأنه بحب هذا الأمر، وبعتبر أنه يعني الله سبحانه وتعالى زرع في محبة هذا الأمر من الأشياء الجميلة يعني التي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. تمام، فعصبيين
كذا ما بيقرأوا، ما بكذا، ما بعمرهم فتحوا كتاب. فهاي من الأشياء اللي فيها فائدة. القراءة متعة لكنها متعة غائبة، أنا بسميها. لما نتعود على القراءة، وأنا من الناس الحمد لله اللي الله أكرمني بعائلة تحب القراءة وخلتني أقرأ، في جو عشت في جو قراءة، كما قلت لكم والدي شاعر الله يرحمه. فشو شو شو هذا الحكي؟ إني أنا مرات كثير لما بقرأ بشوف ناس مالين، بحكي لهم ليش؟ ليش؟ يعني إحنا لأنه مش عارفين، فنجرب، نحاول نجرب. لو قرأنا في اليوم 5 أسطر، بعدين بتصير صفحة، صفحتين، 3. أنا ممكن أحكي لكم الكتب، مش كتب لكن كتاب، زي ما حكيت لكم بعض كتاب اللي قرأت، لكن نوعية القراءة الكتب الجدلية. بصراحة أحكي لكم، أنا أكثر ما صرت أحب قراءته في الفترة الأخيرة المقالات. يعني في مجموعة ناس بكتبوا مقالات بثق فيهم لدرجة معينة وبقرأ لهم، ولما ما ألاقي شيء أقرأه ببحث عن مواضيع، يعني حكيت لكم إياها أثناء المحاضرة، من خلالها بنصل لكاتب. لما نقرأ للكاتب هذا إشي حلو، فبصير أدور على اسمه في الإنترنت. يعني مثلا أنا من الكتاب اللي بقرأ لهم في الأردن، يعني هو بكتب بالشأن الأردني أكثر إشي، يمكن جزء كبير منكم مش من الأردن، تمام؟ مثلا باجي محمد أبو رمان لنفرض، تمام؟ فباجي أنا بدور على محمد أبو رمان، قرأت لنردين أبو نبعة، بدور لنردين أبو نبعة، لما كاتب يعجبني بدور عليه. بهاي الطريقة بوصل لكتاب أحسن مما أحكي والله كتاب قرأته. يعني مثلا العادات السبع قرأتها كتاب، لكن مش راح أقدر أوصيكم لأنه منتشر في كل العالم، تمام؟ في كتاب يعني متخصص جدا أثر فيه، لكن ما بعرف راح تهتموا فيه ولا لا، قرأته 6 مرات، تمام؟ كتاب حول نشأة النظام الأبوي في العالم، هذا كتاب متخصص جدا جدا موجود على الإنترنت. فحتى لا يعني لا أخذكم إلى منطقتي. الكتب الأخرى كتب التنمية البشرية، يعني قرأت كثير منها، لكن جزء منها يبالغ للأسف، وجزء منها يتحدث عن تجارب ذاتية لا يمكن إنها تنعمل. عالم صوفي كثير حلو، تمام؟ رحلتي من الشك إلى الإيمان، كتب الدكتور مصطفى محمود أحبها كثيرا، كتب العقاد القديمة أحبها كثيرا، وفي كتب حديثة. لكن أنا لأنه جزء كبير من قراءاتي بالمقارنة الأديان، يمكن ما تعجب البعض منكم، لأني أقرأ للجميع سواء كان مع الإسلام أو ضد الإسلام مثلا. فهي هي. الآن نفتح المجال للمناقشات، وأنا حكي لكم، راح أربط المحاضرة بجملة واحدة: عندما يزيد الوعي سأكرر ما قلته، ستتحرر فلسطين. لأن الوعي سيؤدي إلى مجموعة من الصيرورات بالصاد، والسيرورات التي تؤدي إلى أن نقوى ونصبح أقوى. حوار مع صديقي الملحد جميل جدا 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 جدا، قرأته وأنا في المرحلة الثانوية. نفتح المجال للأسئلة، أنا لأني بقدم برنامج في الأردن، فكنت بقول بنفتح المجال للاتصالات. تفضل. أو تفضلوا، أستاذ عندي علاء، سؤال. تفضل معك دكتور. أنا بس أنا مثلك بنتظر. يا ريت صوتيا كمان يكون في أسئلة. والله للأمانة غير متاحة يعني. لا لا، إذا مش متاح أنت ترتيبك، أوكي قيادة الدفة لك. الله يحفظك يا رب. تسلم. في حد سأل كيف أحبب أولادي بالقراءة؟ الآن تفضل. أول قاعدة في جعل الطفل يقرأ أن أكون أنا قارئ. أنا بحكي للأمهات اللي كانوا ياخذوا عندي دورات، بحكي لهم حتى لو ما بتحب القراءة مثلي إنك بتقرأي، عبين ما توصلي لأشياء تقرأيها وبتحبيها. يعني أنا مثلا كنت أجرب على أطفالي، طبعا هاي بتنفع مع الصغار كثير، مثلا إني أنا أمسك كتاب ملون وأبدأ أقرأ وأحرك هيك ملامح وجهي وأغيرها فيجي ابني يلزق فيني إنه إيش بتقرأ بابا، شو بتسوي؟ فأيوه هيك أنا أدخله بالقراءة. إنه نعمل، أنا سميتها بكتابي حلقة قراءة في البيت. كيف يعني حلقة القراءة؟ إنه كل حدا أو اللي بيقدر يحضر بعض المعلومات، وبنقعد هيك في حلقة وبصير كل واحد يحكي المعلومات وجزء منها للمناقشة. هاي اللي أنا استعرضت عنها بقصة ما قبل النوم، أو بمناقشة ما قبل النوم.
في ناس بيستعملوها في السيارة لما نطلع من مكان لمكان، إنه شو رأيكم نتناقش في موضوع، أنا يا أولادي اليوم قرأت عن كذا وكذا وكذا، بس أنا مش عارف هل معقول هيك الموضوع. بيحكي لك كل فيروس كورونا اللي بالعالم صاب العالم بيجيش ربع وقية مثلا، طبعا أنا ما بعرف هاي المعلومة حتى أكون صادق، ما بعرف صح ولا لا، أو كم الحجم، طبعا هو أكيد صغير يعني بس كم الحجم. فبهاي الطريقة بحبب أطفالي، أفضل سن إني أبدأ صغير، لكن مع الصغار كتير، لكن مع الكبار أورطهم. تمام؟ كيف يعني أورطهم بالقراءة؟ إني أنا بجيب كتاب حلو بقرأ فيه وببدأ أتحدث عن هذا الكتاب، لأنه أحكي لكم أنا حتى طلابي مثلا، طبعا أنا طلابي لأنه يعني في المجال، لما حدثتهم عن كتاب نشأة النظام الأبوي اكتشفت أنه 6 طلاب قرأوه. في رواية إلي أنا يعني استقيتها من الناس، اللي هي رواية أسمعك بعيوني، فمرات أنا طلاب بيحكوا عن قضية اجتماعية بكون ذاكرها في الرواية فبحكي لهم عنها. فأنا عندي بالجامعة شو عامل في مكتبي، حاطط مجموعة كتب إلي أو كتب جميلة قرأتها، فبيجي الطلاب بيستعيروا مني. تمام؟ طبعا لانها كتبي ما بصير احكي لهم اشتروها، ما بصير ابدا طبعا، وما بفضل يشتروها، بفضل يجوا عندي وبعيرهم اياها وبرجعوا لي اياها بعيرهم لغيرهم. فبهاي الطريقه اللي بيجي عندي بتناقش معه فيها، طبعا انا ككاتب هاي الكتب، لكن حتى لو مش كاتب هاي الكتب انا لما اصير اعير الناس ممكن اتناقش معهم بالكتب، يعني اعطيكم هاي الفكره. انت لما تجد كتاب جميل واعتبرها صدقه لله تعالى اذا كنت متدين. فشو بعمل؟ بشتري نسخة من هذا الكتاب إضافية وبحط رف عندي للإعارة، فبيجي عندي حدا بطريقة هيك حلوة بحكي له بتعرف اليوم قرأت كتاب وفيها كذا وكذا. وعلميا علميا الإنسان يلفت نظره للأشياء التي يتحدث عنها الناس. إذن كيف الكتاب الكبار انتشروا؟ كيف محمود درويش انتشر؟ وكيف نجيب محفوظ؟ وكيف أيمن العتوم ونردين أبو نبعة؟ وكلهم هدول الكتاب، وإبراهيم نصر الله الذي يعني بتمنى بكل محاضرة أذكر اسمه 20 مرة، كيف انتشروا؟ الناس حكوا عنهم. لما يحكوا الناس عن رواية معينة الثاني بصير بده يقرأها. تمام؟ وانا راح ابعث للاستاذ علاء روايه الطرموخ اللي هي عن فلسطين، بما انه بنتحدث عن فلسطين، لان انا هاي عاملها وقف لله تعالى. سارسل له نسخه PDF ليرسلها لكم، وتستطيعون، انا مسامحكم هي حقي الروايه، حتى يعني حتى صح منشوره عند الناشر لكن هي ملكي بالكامل. ارسلوها لمن تشاءون. جزاك الله خير دكتور. واللي بده يطبعها له يربح فيها يطبعها كمان. الله يكرمك. هل أقرأ الكتاب في مجال معين؟ يعني في حد عم يسأل يقرأ بمجال معين ولا يقرأ كتابين بمجالين مختلفات مع بعض يعني بنفس الوقت؟ هذا واحد من التكتيكات التي تزيد الذكاء، إنه نقرأ كتاب والرد عليه. وأجدادنا المسلمين والعرب شو كانوا يعملوا؟ كانوا يعملوا الكتاب، والكتاب اللي بيناقضهم يحطوه بالحاشية. ما بعرف إذا حدا لحق هاي الكتب، طبعا انتم يمكن شباب في سن الشباب، ما في حدا منكم في نهايه الاربعينات مثلي. تمام؟ طول العمر دكتور ان شاء الله. فبهاي الطريقه. ان شاء في الله. حد سالني اجمل كتاب قراته في حياتي، ما هو حسب يعني، في الروايات اجمل روايه قراتها في حياتي الفتى المتيم والمعلم لإليف شفاق كاتبه تركيه مترجم الى العربيه. اجمل كتاب فكري حكيت لكم عنه نشأة النظام الأبوي، لكن هذا متخصص جدا. تمام؟ قرأت العادات السبع كثير عجبني، مع أني كتب التنمية البشرية ما بحبها. تمام؟ أبو حفص 62 ما شاء الله، الله يطول عمرك يا أبو حفص. فهاي الأشياء. راح تستغربوا أني بحب أقرأ قصص أطفال كثير. تعجبني كاتبة مذهلة اسمها تغريد النجار، كاتبة أردنية مذهلة جدا، من الكتاب الأطفال يعني اللي بيعجبوني كتير. برضو نردين أبو نبعة بتكتب للأطفال، طبعا نردين أبو نبعة هي زميلتي أيضا يعني وصديقة للعائلة، لكن يعني كاتبة ممتازة. طبعا. استراتيجية التطور بالقراءة، حد بيسألني أهم استراتيجية في التطور في القراءة، إني أسأل حالي بعد كل كتاب ماذا استفدت منه
وأعطيه درجة صعوبة بالنسبة إلي. إذا أعطيته درجة صعوبة فوق 8 من 10 برجع بقرأه مرة ثانية، أو بسأل حد مختص شو الكتاب في هذا الموضوع اللي أسهل حتى أرجع له. كيف إحنا بالجامعة اللي درس جامعة، وأتوقع معظمكم دارسين جامعة، في مواد ما بقدر أخذها قبل المادة هذيك، يعني مادة سنة رابعة في مادة سنة ثالثة وسنة ثانية، فبدور عليه. فكل ما طورت نفسي بطرح أكثر. في استراتيجية أخرى، استراتيجية التنويع، إني أنوع ما بين الرواية والفكر والسياسة والتاريخ وهي الأشياء. تمام دكتور، هاي الاستراتيجية بالذات ممكن تمشي حالها بنفس الوقت، إنه أنا أقرأ مثلا الصبح أقرأ كتاب يتحدث عن السياسة، الظهر أتحدث كتاب عن شيء آخر؟ ممكن أخي علاء، يبدو أنت اللي بتسأل. أحكي لك شغلة، بدي أحكي لكم عن شخصية، نوعية شخصية، عشان تعرفوا إنه الأنماط مختلفة. كمان اللي بعت لي عمر 14، في عندي كتابين بقدر أبعث لكم إياهم PDF، روايات تربويات إلي تأليفي للمراهقين. تمام، يعني طبعا ما بقدر أبعث كل كتبي إلا بملك الحق إني أبعث. تمام، يعني حتى الناشرين ما يدعوا علي. بالنسبة للأستاذ علاء، سؤالك، كتب أدهم الشرقاوي ممتازة طبعا. في شخصية اسمها مالتي تاسكينج بيرسون بالإنجليزي، شخصية متعدد الاهتمامات. هذا لو قرأ باليوم 50 موضوع ما بتشتت مثلي. أنا شخصيتي مالتي تاسكينج بيرسون، يعني أنا لما أفتح الكمبيوتر، هاي إيش مواصفات الشخصية، لما أفتح الكمبيوتر بكون فاتح 60 ملف، فاتح البحث اللي بشتغل فيه، وفاتح الرواية، وفاتح المقال، وفاتح على خطة الطلاب، ولأني إداري بالجامعة أيضا فاتح على ملفات الدكاترة اللي أنا مسؤول عنهم، وفاتح كذا هاي الشخصية أنا ما بتشتت، بالعكس أنا بقرأ مثلا في كتاب 10 صفحات، بروح للثاني 10 صفحات بمل، بروح للثالث، بطلع بنهاية الأسبوع قارئ بكتابين كاملات. ماشي؟ لكن في شخصيات لازم يضل في موضوع واحد، هاي الشخصية اللي بنسميها نمطها أحادية الجانب، لازم يضل في موضوع واحد، فهذا ما يقرأ بشيء ثاني. تمام. فأنا شخصيتي، طبعا الشخصيات أنماط متعددة في القراءة، لكن هذول أكثر من نمطين شائعين. فاسأل نفسك إذا كنت مالتي تاسكينج بيرسون ولا شخص بنمط واحد، وفي درجات ما بينهم. يعني في واحد إذا قرأ كتابين ما بتشتت، 3 كتب بتشتت. طبعا هذا سؤال مهم، انا ما قرات اسم اللي حكاه، هل يجب تدوين؟ احكي لكم، انا اسف اني حكيت انا كثير، بس كتجربه، هذا قلم رصاص كباس، انا لا استعمل القلم في حياتي الا في شغلات محدوده جدا، لاني بكتب على الكمبيوتر مباشره، او بستعمل اسلوب الكتابه بالصوت، وفي صبيه بتفرج. تمام، لكن لا يمكن امسك ورقه اقراها الا والقلم معي، لأنه يجب أن أكتب ملاحظات. وعلى فكرة يجب أن تصبح هذه عادة عندنا كلنا، أني أكتب على هذا. إذا ما بهون علي أني أكتب على الكتاب، ممكن ألصق ورقة من هاي الأوراق اللي طرفها لاصق وأكتب عليها. تمام، أو بمسك معي ورقة، أنا دائما بمسك ورقة وبطويها بهذا الشكل حتى ما أكتب على الكتاب، وبكتب عليها الملاحظات. وفي عندي ملف في الكمبيوتر اسمه ملف خلاصات، يعني أنا لأني اللي بكتب الملاحظات هي خلاصات، وفي أحيان كثير برجع لها. وفي عندي ملف ثاني، إذا بتحبوا يعني تاخذوا من تجربتي المتواضعة، ملف ثاني اسمه مهارات حوارية، كل ما أقرأ حدا رد على حدا بطريقة حلوة بنقلها على الملف، وبصير كل فترة برجع بدرس منها، وحتى بفيد طلابي بعطيهم منها أيضا. جميل. دكتور، هل توجد قراءة نوعية في الخمسينات من العمر؟ شوف مقصود يا سلام، يعني وكأني فهمت السؤال، انه اقرأ اشياء مفيدة عشان تفيدني. والله مش عارف دكتور، بس هو القصد، شوف اذا فهم ذلك، انت شوف فهمت اخي علاء، هل توجد قراءة نوعية في الخمسينات من العمر؟ انا شايف انه هو في الخمسين من العمر، هو خمسين سنة عمره. طبعا شوفوا، احكي لكم، لازم نتخلى عن خرافة اسمها العمر، اللي أفضل عمر لاكتساب المعرفة كل ما كبر الإنسان،
وأفضل وقت لاكتساب المعرفة في أي وقت في حياتك. شوفوا أنا يعني معلش اعذروني، بضمن لكم إنه اللي بيعيش منكم لحد سن 99 سيبقى يستفيد، بعدها ما بعرف، اسألوا غيري. تمام. تمام؟ فالإنسان يستفيد في كل مرحلة. التركيز على العناوين، أخي علاء أنا راح أبحث عن بعض العناوين اللي قرأتها أو اللي بعرفها وببعث لك، إذا أنتم عندكم جروب تبعث لهم. تمام دكتور، حاضرين إن شاء الله. إن شاء الله. السن الأساسي لتعليم الطفل ممارسة القراءة، يعني أنت الطفل سن أنا فيه على القراءة. طيب سن 6 أشهر في بطن أمه. واضح. لأنه ليش؟ ما حدا يسألني، الطفل في بطن أمه ما بيعرف لغة لكن يعرف نغمة ونمط. ففي الغرب يعني بغض النظر يعني في العدد اللي بيؤمنوا بهذا الموضوع وأنا منهم، إنه الطفل يتأثر، نعم يتأثر في بطن أمه لكن النغمة، لأنه أنا بتعرفوا ابني الصغير بديت أقرأ له باللغة العربية الفصحى وهو لا يفهمها جيدا، فاكتشفت إنه بنبسط بالنغمة. حتى أحكي لكم شغلة، يبقى شيء بالشيء يذكر، ابني لما كبر شوي، ابني الصغير أصغر واحد لما كبر شوي، طبعا على عكس بناتي البنات كنت أقرأ لهم بالعامية في بداياتهم، لكن أولادي مباشرة باللغة الفصحى. فمرة نسيت هيك، وبدل ما أقول لهم في يوم من الأيام كان هناك ولد يسير في الشارع، حكيت في يوم من الأيام كان في ولد بيمشي في الشارع، فابني بنخزني وبيحكي لي بابا احكي كويس. قال شو قصده احكي كويس؟ هيو بضحك هو بيسمعني، احكي احكي كويس فصحى. يعني احكي بالعربية الفصحى. طبعا هو مش عارف انه هاي عربية فصحى، سبحان لكن الله. أدرك بإحساسه انه هاي هي. فعشان هيك الطفل منذ الصغر حتى لما وهو صغير النغمة بتأثر عليه. في عائلة سورية كانوا يحطوا القرآن لابنهم وهو صغير، فلما كبر شوي حفظه بسهولة. سبحان الله. كيف أجعل القراءة عادة يومية؟ حكيت بعض النقاط لكن بدي أبحث عن الوقت، اسمه الوقت الميت. تمام؟ تمام. كيف يعني الوقت الميت؟ وأنا بالسيارة وأنا بالعيادة وأنا بأي مكان آخذ أشياء حلوة وأقرأها بالنسبة لي. في حدا بالنت بلاقي مقال، حتى الله بعينك اطبعه إذا أنت بتحب الورقي، اطبعه واقرأه، نفتش عن الكتب. أنا إن شاء الله بوعدكم خلال الأيام القادمة يعني أقترح عليكم روابط لبعض المقالات وبعض الكتب اللي أنا أعتقد طبعا أنا مفيد. بس تعرفوا ليش أنا بتخوف أودي؟ لأنه إحنا اتجاهاتنا مختلفة. يعني أنا ممكن أودي كتاب نقدي للأديان حدا بزعل، كتاب نقدي للقومية حدا قومي يزعل. بتعرفوا يعني ما بدي تزعلوا منه، لأنه أنا مثلا شخصيا وصلت لمرحلة ما بزعل من أي كتاب حتى لو بحكي ضدي. تمام. ومين كان أتوقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول رحم الله، أو سيدنا علي، رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. كيف يمكن تحفيز الكتاب الإبداعية عند الإنسان على مبدأ اقرأ لتكتب؟ طيب أخي علاء أنا وعدت الحضور ببعض الأشياء فدورك تذكرني فيهم. والله إن شاء الله، يعني أني سجلت تمام اللي ذكرته أنا كمان. تمام وأنا بحاول أتذكر. أيضا سأرسل لكم كتاب كيف تكتب قصة PDF، تمام. هذا من تأليفي. لكن تحفيز الكتابة إذا كان للصغار كتير إني أحفزهم على كتابة القصة، إذا كانوا أكبر أحفزهم على كتابة المقالات أو ما شابه، وأهم شيء إنه نعلم أولادنا التعبير، يمسكوا الخلوي وأسألهم أسئلة ويحاولوا يجاوبوا بكلمات أكثر، وأشجعهم ودائما أعطيهم أسئلة مفتوحة مش إجابتها نعم لا. للأسف معظم أطفالنا، وأنا بزور المدارس كثير لما يعني قبل الكورونا، احكي لي عن شو رأيك بكذا كويس، بس لا بدنا نحاول نشتغل بأشياء أكثر. اتفضل تمام. السؤال بعده. في حد عم بيحكي عن كتب بمجالات التفكير الناقد. هلا كتب التفكير الناقد في نمطين. في كتاب حتى في مكتبتي حول التفكير الناقد، يعني الآن أنا إذا ما وجدته الآن، يعني هذا من أعظم الكتب اللي قرأتها في التفكير الناقد. إن شاء الله يعني الآن بطلعه، هو أكيد موجود هون.
في مكتبتي هون. على كل إذا ما وجدته الآن ببعث لكم غلافه. هذا كتاب ببين لك كل مهارات التفكير الناقد بطريقة، يا سلام. هيا شفتوا فائدة المكتبة؟ ما بعرف إذا واضح. واضح، نعم. هذا الكتاب لدكتور اسمه، هو دكتور أردني، جودة أحمد سعادة. هذا تدريس يعني بيعطيك أمثلة كيف المهارات التفكير الناقد، لكن هو إيش مختص بالتدريس، لكن مفيد جدا 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 جدا. تمام، تمام. اسمه مهارات. هذا بجانب. هلا الجانب الثاني، التطبيق العملي لمهارات التفكير الناقد بنجدها في 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 اشياء مبثوثه بين الناس. يعني الكتابات اللي بترد على حدا، حدا برد على حدا، بس طبعا ما بدنا الحدا برد على حدا مسبات وشتائم، لكن بطريقه علميه بنجدها ببعض الكتب العلميه او بعض الكتب الرزينة. تمام، في تمرين اسمه تمرين ما بين السطور، هي انا بدي اكتبه عندي اخي علاء عشان برضه ابعث لك اياه. هذا مثال على مهارات التفكير الناقد. وكل ما قرأنا لناس في الجدل الايجابي، هاي هي مهارات التفكير الناقد. كتب السيرة الذاتية للاسف يعني مش مطلع عليها كثير، يعني طبعا يعني انا بحتفظ فيها لنفسي. ليش السبب؟ لانه مش معناه انها الكتب سيئه، لانه الكتب الذاتيه بعضهم يعني ما بيحكي اشياء حلوه او مفيده. لكن مثلا اذا اعتبرنا كتاب كتبه رئيس وزراء ماليزيا، في كتاب كتبه رئيس وزراء ماليزيا، والله لا يذكرني، انا ذاكرتي سيئه جدا. كتاب هتلر حلو كمان، لكن بعض المعاصرين طلعوا بعض الكتب يعني فيها دعاية إلهم. هاي أنا اللي بقصد فيها كتب السيرة الذاتية، لكن الكتب الثانية أكيد رائعة. واضح؟ تمام. لكن رئيس وزراء ماليزيا كتاب كان جميل جدا عن تجربة ماليزيا في النهضة، ممكن تبحثوا عنه. إن شاء الله. دكتور، في حد عم بيسأل إنه كيف ينضم للدورات النقاشية اللي كنت تحكي فيها قبل شوي، يعني. تمام، أنا بعلن عنها في صفحاتي. عندي صفحة اللي فيها لايك باسم محمود أبو فروة الرجبي. تمام. بتشرف طبعا إذا بيجوز لي إني أحكي. دام الشرف طبعا دكتور. تمام، والبروفايل عندي باسم دكتور محمود الرجبي، وعندي جروب واتساب لنشاط يعني بذكر فيها النشاطات. أحكي لكم الرقم اللي بيحب يبعث لي بضيفه عليه. اوكي دكتور. 0962 2 7 9 5 6 9 1 8 4 6. شكرا، ابني بنقلني الرقم. تمام، تمام. هلا بالنسبة للرابط ببعث لك اياه، الرابط ايضا 0962 7 9 5 6 9 1 8 4. اخونا ادهم كتب الرقم، هو صح. تمام، وايضا اكاديميه انتو تمام. فهي الاشياء احنا شو بنسوي يعني بالجروب، بنعلن في عندي حد بيساعدني في ترتيب هاي الامور، بسجل مجموعه وبنبعث المحاور اللي بدنا نتناقش فيها. تمام، طبعا في شروط للمناقشه، انه ما نسب ما نشتم وما نعطي راي مطلق، يعني بتذكر في حينها ان شاء الله. نعم. كتاب رئيس البوسنة السابق علي عزت بيجوفيتش، للأسف ما قرأته لكن قرأت عنه، جميل جدا. يعني هاي من الشخصيات العظيمة جدا في تاريخنا الإسلامي رحمه الله. آمين. طيب، أنا لأنه تشتتت بالأسئلة، لكن كيف يمكن تحفيز قرأنا هذا؟ كيف نوطن فعل القراءة لدى طلبة الجامعة الذين لا يقرؤون بس إلا عندما ابني يحتاج؟ نبهني الرقم 0062 7 9 5 6 9 1 8 4 6، صح؟ 5 6 آخر شيء، 8 0 7 9 5 6 9 1 8 4 6. تمام تمام، هو الصح، صح أوكي. 100%. إذا الأول الصح، 0 0 0 9 6 2 7 9 5 6 9 1 8 4 6. تمام، أوكي.
نرجع للأسئلة. تفضل. كان عم بيحكي عن طلاب الجامعة إنه ما بيقرأوا غير بس الامتحانات. للأسف طلاب المدارس والجامعات وبعض أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات العربية لا يقرأ إلا ما يخص الترفيع، يعني أبحاث الترفيع، وهذا خطأ. يعني دائما التنويع جميل، وعلى فكرة لما نوصل، يعني أنا شيء بشيء يذكر، أعطيكم مثال صار. يعني أحدهم ما بحب القراءة، فدليته على كتب التنمية البشرية، مع إني أنا بحكي للناس هاي مرحلة فقط، مقبلات نسميها، واضح؟ نعم. فبعديها انتقل من كتاب إلى كتاب وصار يقرأ بشكل واسع. يعني في حتى في بعض الأمهات اللي شاركوا معنا في بعض صاروا يقرأوا واكتشفوا متعة القراءة. فهي هاي بس نوصل إنه نستمتع بالقراءة، بعدها شوف شو بصير. تمام. أجمل كتاب قرأته ذكرته أنت حضرتك. هلأ في سؤال، كيف المعلومات أشجع؟ اللي بدي أدونها، هي سؤال أنا قرأته من أختنا بيان جمال أوكي. القواسمي، أو بالخليل القواسمي، كيف بدي أعملها؟ أول إشي إنه مع أي معلومة بشعر إنها جديدة بالنسبة إلي بدونها. يعني أنا ممكن معلومة أقرأها إذا مش جديدة بالنسبة إلي ما بدونها، فأنت اللي بتحدد إيش المعلومة الحلوة لك. هلأ في أحياناً حكم وأمثال وإشي حواري، أعطيكم مثال. يعني أنا لما أقرأ واحد برد على واحد، بحكي له واحد بيحكي لواحد الإسلام ظلم المرأة، الثاني بحكي له ليش؟ بحكي له عشان فرض الحجاب، بحكي له طيب هذا تسطيح للأمر، لماذا لا ننظر إلى الموضوع الكلي؟ شوف النظرة إلى الموضوع الكلي هاي بسموها جملة حوار. مثلا واحد بيحكي لواحد، هذيك المرة للأسف في أحد المواقع في إحدى الدول، بحكي له الفلسطينيين مش كويسين، بحكي له ليش؟ بحكي له فلان الفلاني باع أرضه، بحكي له في مقابل واحد باع أرضه في فلسطين وفي هناك 5000 شهيد. فلماذا تأخذ رأيا عن أمة من خلال عدد قليل من الناس؟ لماذا لا تأخذ من الإيجابيين يعني وهم الكثر؟ شفتوا هاي الجمل اللي بنستعملها مثلا أنا لما أشوفها بكتبها. تمام. كيف وحتى وأنا قد بلغت من القراءة عتيا يعني. ما شاء الله يا دكتور، كيف أشجع أولادي على الكتابة؟ تمام، إيش السؤال بعده؟ كيف أشجع أولادي على الكتابة؟ أخي علاء، مش سامعني الدكتور؟ لأنه الصوت راح، حد يكتب سؤال إذا هذا يعني هو بيجي عم بسرعة بحكي، السؤال. سامعني الآن؟ كأنه الصوت راح. بقول نعم، كيف بالنسبة للقضية الفلسطينية أنا عندي وجهة نظر في الكتابة، إنه يجب أن نركز على القضايا الإنسانية، لأنه بالرواية والقصة نصل إلى الآخر. أنا لما كتبت الطرموخ على سبيل المثال، بدي عدوي لما يقرأ الرواية يتعاطف مع القضية الفلسطينية. فالقضية إذا تناولتها من ناحية إنسانية، أحكي لكم، في إحدى المرات فزت بجائزة على في تونس في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، عن تمثيلية عن إيش بتحكي؟ إذاعية بتحكي عن أطفال فلسطين اسمها مدرستي محتلة، كيف اليهود احتلوا المدرسة وحولوها لسكنة عسكرية، حرموا الطلاب من الدراسة، وطفل يخاطب العالم. قصة ثانية كيف بتم منع الأطفال من الوصول إلى المدارس، وقصة ثالثة كيف طفل إيده محروقة. شوفوا كيف يعني بطريقة إنسانية بتخلي أي حدا يتعاطف معنا. فهذا الطفل، هذا هو رقمي، هذا الطفل إيده محروقة فالناس بعايروه، هو بيسكن في مدينة القدس، فبلفها بشال بشاش بشيء الكل بعايره، فبقرر يضل في بيته. ففي يوم من الأيام يسمع بمكبرات الصوت من المسجد الأقصى وهي تدعو الناس للخروج للدفاع عن المسجد الأقصى، بضل في البيت مستحي من إيده، فبيبدأ الحماس يدب فيه لما يسمع التكبيرات والناس اللي بيرموا حجارة على العدو ودفاعا عن الأقصى. ففجأة الحماس بدب فيه، بيطلع بصير يرمي حجارة على العدو. لما يصير يرمي حجارة ما بيشوف حاله إلا في مستشفى ميداني. عندما يستيقظ بتحكي له أمه، بتعرف شو الناس حكوا عن إيدك يا ابني؟ بقولهم شو قالوا عنها؟ الإيد الذهبية
لأنك كنت بارع في الدفاع عن المسجد الأقصى. تمام؟ فشوفوا القصة، يعني تطرقت لقضية إنسانية. فعلا هذا الفيسبوك تبعي، القضية الإنسانية بتخلي الآخرين يتعاطفوا معنا، لأنه شوفوا ساحة الحرب سلاح الأسلحة، لكن ساحة الفكر والأدب سلاح الأدب الإنساني الذي يجعل عدوك يقتنع بك. هذا أنا ما أؤمن به طبعا، وأحترم أي شيء آخر. يعني غسان كنفاني جعل القضية الفلسطينية حاضرة في كل مكان. لما رحت أحكم في عمان، تونس، السعودية وأماكن أخرى مختلفة لتحدي القراءة العربي، وجدت كتب غسان كنفاني منتشرة. يعني طفلة تونسية في التاسعة من عمرها أكبر منها غسان كنفاني، فبسألها عن فلسطين بدأت تبكي، بحكي لها أنت ما بتعرفي فلسطين فكيف تبكين؟ قالت كيف لا أعرف فلسطين وقد عشتها في كتابات غسان كنفاني.